النادي الأهلي العظيم في كل مكان. مساء الخير، مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. حلقة جديدة من حلقات البيت الكبير. النهاردة إن شاء الله يعني يمكن مع حضراتكم بيتجدد هذا اللقاء، والحقيقة عايزة أقول إن إحنا بنكون سعداء جدا من خلال الوقت اللي بنتواجد فيه معاكم على مدار 3 ساعات من الحد للخميس. تابعونا، وبنوعدكم إن هيكون في مفاجآت حلوة جدا وهتعجبكم جدا في الفترة اللي جاية. وغير طبعا إن إحنا بنناقش كل القضايا، أو بنحاول نعمل كده يا جماعة، إحنا بنفتح ملفات تهم كل أهلاوي محب لهذا الكيان واقف معاه على الحلوة والمرة. فإن شاء الله اللي جاي أحسن، بس طبعا البيت الكبير. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير يا سام، أهلا بيكي. طبعا برحب بيكي وبرحب بكل جماهير النادي الأهلي العظيمة وكل واحد بيشاهدنا على قناة النادي الأهلي. زي ما احنا متعودين إن شاء الله تكون حلقة تستفيدوا منها، وإحنا كمان بنستمتع زي ما قالت سهام إن احنا بنكون موجودين معاكم، ويبقى وقت سعيد جدا جدا لينا. النهارده طبعا ضيوفنا أو ضيفي في الفقرة الأولى الأستاذ عصام شلتوت، مدير تحرير اليوم السابع. هنتكلم معاه ملفات كتيرة جدا زي ما تعودتوا، احنا بنفتح ملفات مهمة في الفترة اللي فاتت، في ملفات كتيرة جدا فتحت النهاردة. على سبيل المثال في هنفتح ملف الاف سي، معنا التراخيص ازاي يكون في أندية مرخصة، أندية محترفة، هنناقشه دوت مع الأستاذ عصام شلتوت. كمان ملف مهم جدا جدا، يمكن النهاردة يمكن الكاف بعت مواعيد إرسال القوائم بالنسبة للاعيبة والفرق اللي هتمثل مصر في على المستوى الأفريقي، سواء على بطولة أفريقيا أو الكونفدرالية في ميعاد آخره 20 أكتوبر. ده بيحط الجبلية شوية في خانة اليك بمعنى صح، الله يكون في عونهم. ده هنناقش كمان دوت مهم جدا نناقشه مع الأستاذ عصام شلتوت. وعندنا كمان احتفالية، هتكون احتفالية في البيت الكبير بفريق شباب النادي الأهلي لكرة اليد مواليد 2002، اللي طبعا تألقوا الفترة اللي فاتت بشكل كبير جدا كعادتهم، يعني هم متألقين دايما، لكن خلينا نقول هم طبعا فازوا بدور المرتبط. الحقيقة مش احتفالية كبيرة، لكن مهم جدا ان احنا نسلط الضوء على كل واحد مجتهد، على كل ناشئ، وخاصة قطاع الناشئين. احنا ما بنركز بس على النادي الاهلي في كرة القدم والفريق الاول، لا، احنا كمان بنسلط الضوء على كل من يتألق في النادي الاهلي من قطاع الناشئين. وده مهم جدا ان الولاد يحسوا ان في اهتمام بيهم، ان في العين عليهم، ان بس مش الفريق الاول على مستوى النادي يا سهام دايما، لكن مهم جدا قطاع الناشئين، مهم جدا زي ما اتكلمنا مش في الكوره بس. النهارده معانا ابطال قادمين ان شاء الله في كره اليد، هيكونوا صحيح موجود معانا ان شاء الله ونحتفل بيهم ومشرفينا، ودايما رافعين يعني اسم النادي الاهلي واسم مصر دايما رقم واحد. يلا نروح للاخبار. نروح بقى للاخبار سريعا، ودايما بنبدا من البيت الكبير. النهارده 48 ساعة اللي ادها فايلر للعيبة خلصت بسرعة. النهارده رجعوا تاني للتدريبات. النهارده فايلر كان بعد مدة الراحة لمدة 48 ساعة للعيبة بعد مباراته الأخيرة طبعا مع المصري اللي الأهلي كسبها 2-0، وخلاص يعني يمكن النهارده بيقرب من خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري له. قبل بداية التدريبات النهارده اللي كانت بالليل، فايلر كان عقد محاضرة مع اللعيبة قبل انطلاق المران اللي أقيم النهاردة على ملعب التتش، بيستعدوا لمواجهة وادي دجلة اللي هكون إن شاء الله يوم الجمعة في منافسات بطولة الدوري الممتاز. كمان النهاردة فايلر كان حريص جدا إنه يتكلم مع اللعيبة عن أهمية الماتش ده، ماتش وادي دجلة، وقد إيه مهم وضروري إن هم يحققوا الفوز، علشان زي ما كنا بنتكلم امبارح عايزين نخلص ملف الدوري ده بدري يا جماعة، لأن عندنا بطولة مهمة نتفرغ ليها بسرعة ومن بدري، هي بطولة أفريقيا. بطولة أفريقيا كابتن هاني زي ما بنقول الحلم دلوقتي. ده طبيعي يعني أكيد ده الحلم الأكبر، يعني زي ما بنقول الهدف الأكبر حتى على مستوى اللاعبين، على مستوى المجلس الإدارة، على مستوى المدرب. فزي ما احنا قلنا النهارده فايلر بيشرح كمان البرنامج التدريبي بشكل نظري، وطبعا وحرص على شرح بعض النقاط في أداء المنافس اللي هو وادي دجلة، طريقة لعبه ازاي، اتفرج على بعض المباريات اللي أداها وادي دجلة في الفترة اللي فاتت، ركز الجهاز الفني النهارده كمان في التدريب على الكرة، يعني عمل تقسيمة كده صغيرة ما بين فرقتين بدون حراس مرمى، وبعدين
شارك دخل حراس المرمى في المشاركه في التقسيمه ديت، الغرض منها تنفيذ بعض الجوانب الفنيه والخططيه. يعني احنا عارفين دايما المدرب بيبقى عنده مقسم التدريب لاجزاء، جزء ممكن احماء وبعدين جزء خططي. النهارده بايلر عمل تقسيمه مع اللعيبه بدون حراس مرمى، وبعدين دخل حراس المرمى، وكل ده طبعا في اطار استعدادات، وزي ما انت قلت مباراه مهمه قدام فريق اعتقد منتظم بشكل كويس. صحيح. فريق وادي دجله بيقدم كره حلوه، فهنتفرج على ماتش حلو اكيد. يعني الاهلي ودجله ان شاء الله نتفرج على مباراه حلوه. توقع النتيجه؟ يعني ان شاء الله فوز النادي الاهلي، لكن مش عايز اقول الماتش مش سهل، يعني الماتش برضو صحيح. مش سهل. المباريات مش سهله، لكن عايزين زي ما انت قلتي واحنا دايما بنقول عايزين ان شاء الله نقفل ملف الدوري ده ونحسمه ان شاء الله بدري عشان ان شاء الله البطوله الافريقيه ان شاء الله. النهارده كمان كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره كان في جلسه كده ما بينه وما بين طبيب الفريق دكتور خالد محمود على هامش التمرين النهارده. التمرين طبعا كان على ملعب التتش، كان بيعرف منه اخر المستجدات بخصوص حاله اللعيبه المصابين. احنا عندنا ليا شحات النهارده بيقوموا بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي علشان يتجهزوا للمرحله اللي جايه، فكان النهارده طبعا سيد عبد الحفيظ بيطمن على حاله اللعيبه المصابه. طبعا اللعيبه المصابه في النادي الاهلي يمكن عدد، لكن الحمد لله بيتشافى. يعني محمد محمود داخل، شفنا الفتره احمد الشيخ دخل بشكل كويس، نجمنا كمان عمرو السوليه لاعب كبير وسط الملعب عندنا في النادي النهارده ادى جلستين علاج، جلسه علاج طبيعي، وكمان دخل الجيم ضمن برنامج العلاج اللي بيخضع ليه عمرو السوليه تحت اشراف طبعا الجهاز الطبي بالنادي. وعارفين ان السوليه كان يعني جات له اصابه كده في العضله الاماميه بعدته عن المشاركه طبعا في المران الجماعي للفريق، وبيقوم طبعا بتنفيذ برنامج علاجي وتاهيلي، وان شاء الله يرجع ان شاء الله بسرعه جدا ويشارك تاني ويتالق بشكل كويس. صحيح. ان شاء الله عمرو السوليه وحسين الشحات. حسين الشحات زي ما كنا بنتكلم امبارح، النهارده يمكن بدا كمان او بيكمل تنفيذ البرنامج العلاجي والتاهيلي له في مقر النادي في الجزيره بعد جراحه الفتاء اللي عملها في شهر 6 اللي فات، ودي يمكن اللي ابعدته عن المشاركه في المران الجماعي خلال الفتره اللي فاتت. النهارده كابتن شحات ظهر بشكل كويس وقام بتدريبات منها الجري حوالين الملعب، ده كان على هامش مران الفريق، وبعد التدريب ده خضع لجلسه علاجيه وقام بتنفيذ بعض الفقرات التاهيليه تحت برضو اشراف الجهاز الطبي في النادي علشان يجهزه ويعود مره اخرى للمشاركه يعني خلاص المشاركه الجماعيه مع الفريق. دخول في التدريبات الجماعيه. وعندنا كمان خبر كويس اعتقد احنا كنا اتكلمنا هنا في البيت الكبير، وان اعتماد فايلر على قطاع الناشئين، واتكلمنا على قطاع الناشئين واحنا حابين دايما نشوف ولاد النادي ولاد قطاع الناشئين موجودين في الفريق الاول. النهارده في خبر ان الفريق اللي بيضم طبعا فايلر بيضم حارس صاعد اسمه حمزه حسين، ده من قطاع الناشئين، ده مواليد 2002. حمزه اشترك النهارده في التدريبات الجماعيه للفريق الاول، حارس مميز جدا جدا، انا على فكره شفته كمان على الطبيعه كان بيلعب في مواليد 2002. النهارده اتمرن تحت قياده طبعا ميشيل مدرب الحراس، طبعا التمارين اشتمل على التصويب من زوايا مختلفه من الملعب، التركيز على الكرات العرضيه كمان، غير طبعا هذا اللاعب او هذا الحارس من قطاع الناشئين النهارده طبعا رباعي حراسه المرمى الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومعاهم حمزه، كان في تدريبات قويه جدا جدا طبعا، استعداد لوادي دجله المقرر ان شاء الله مباراه يوم الجمعه اللي جايه. طبعا الحراس يعني انت عندك في النادي الاهلي اسماء حراس مميزين جدا، ودايما المنتخب يمكن الوطني المنتخب المصري ده على مستوى التاريخ هو دايما هو دايما صحيح الحارس المنتخب الوطني دايما بيكون من النادي الاهلي، فدي خطوه جيده جدا. النهارده كل واحد بذل جهد وتعب وعمل انجازات وتاريخ في مصر بيتكرم هنا، ولازم بيتم تكريمه بالشكل اللائق له. علشان كده اللجنه الخماسيه في اتحاد الكوره قررت تكرم المدربين المصريين اللي حققوا انجازات مع منتخب مصر. فعملت ايه بقى؟ وضعت او يعني في الفتره ديت بيتم تجهيز صورهم هتكون موجوده في على مدخل الجبليه ضمن عمليات التجديد الحاليه اللي بيقوم بيها اتحاد الكوره، على راسهم طبعا كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه، كابتن حسن شحاته، شوقي غريب. النهارده اللجنه الخماسيه خلدت اسماء واساطير الحقيقه اساطير الكوره المصريه في نادي المية بوضع اسمائهم على جدران اتحاد الكوره
على رأسهم حسن الشاذلي، مصطفى رياض، السيد الدزوي، محمود الخطيب، حسام حسن، في أسماء كتيرة جدا. فالنهاردة كمان يمكن مسؤولين اللجنة، اللجنة الخماسية في اتحاد الكورة، بيقوموا ببعض التعديلات على مبنى الجبلية زي ما قلنا، وبيستعينوا النهاردة بإحدى الشركات علشان يطوروا مدخل مقر الاتحاد تحديدا. وفي كمان صور لقمصان منتخب مصر هيتم وضعها مع جانب طبعا الصور اللي اتكلمنا عليها، الى جانب صوره محمد صلاح، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي. كل ده اجراءات يعني نقدر نقول عليها شكل من اشكال التكريم اللي بيجهزها اتحاد الكوره كمان لمحمد بعد ما تم تتويجه بلقب البريمير ليج. شيء مهم جدا، اعتقد كان متأخر من فترات طويلة طبعا، بس الحمد لله انه حصل. لا يعني صحيح، انا بتكلم ان اللجنة الخماسية رغم المشاكل اللي بتمر بيها، لكن بصراحة بكل امانة بتشتغل بشكل احترافي. النهاردة بتطوير مبنى اتحاد الكورة، طبعا اتحاد الكورة المبنى كان محتاج الكلام دوت من فترة طويلة، وكمان تخليد اسماء النجوم العظام اللي مثلوا مصر في اكتر من 100 مباراة دولية، كمان صحيح. بيتم تكريمهم، هيوضع اسمائهم على جدران اتحاد الكورة، ده غير طبعا تكريم نجمنا الكبير محمد صلاح اللي يستحق كل التكريم، ويكون ليه طبعا ممكن يكون كمان ليه تمثال داخل اتحاد الكورة. لكن اتحاد الكورة بيمشي اعتقد في خطوات حتى على المستوى التطوير النفسي والتطوير المبنى بشكل رائع جدا، نتمنى لهم طبعا كل التوفيق. من هنا برضو نروح لمنتخبنا الوطني، الكابتن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر طبعا بيحاول يعني اكيد يحقق نتائج ايجابيه في الفتره اللي جايه، وطلب من اللجنه الخماسيه انه عايز يلعب مباراه وديه في شهر نوفمبر اللي جاي. حال طبعا موافقه اتحاد الكوره على هذه المباراه، كابتن حسام حسن مع جهازه الفني هيشوفوا يلعبوا مين في فتره اضافيه كمان في شهر نوفمبر اللي جاي. عايز يبقى معسكر طويل زي ما اتكلمنا هنا في البيت الكبير، ان الكابتن حسام قال مش هعمل معسكر في اكتوبر، لكن هضم معسكر اكتوبر لنوفمبر تكون الامور اطول وافضل بالنسبه له. طبعا استعداد مباراتي توجو في الجولتين الثالثه والرابعه في تصفيات المؤهله الامم افريقيا بالكامل. كان زي ما احنا عارفين توقف للمنتخب في شهر اكتوبر، من المرجح ان يتم الغائه زي ما قلنا من قبل المنتخب، مقابل زي ما اتكلمنا هياخد المعسكر دوت اللي كان في اكتوبر اسبوع هياخده ويضمه لمعسكر نوفمبر في فتره التوقف في شهر نوفمبر، عشان طبعا خد مباراه وديه قبل طبعا او استعدادا لمباراتي توجو. محمد بركات طبعا مدير الفني للمنتخب اكد على ان الجهاز الفني بحث كل الامور المتعلقه بمصلحه المنتخب الوطني عقب طبعا قرار الكاف تحديد مشوار المنتخب خلال المرحله اللي جايه، من اجل الوقوف طبعا على انسب الحلول اللي تراعي تحضيراته واستعداداته ومواجهه منتخب توجو في طبعا مباراه الجوله الثالثه والرابعه خلال الاجنده الدوليه في نوفمبر اللي جاي، ده طبعا في مشوار التصفيات المؤهل لكاس الامم الافريقيه. ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الفتره اللي جايه، ونشوف افضل الحلول، وباذن الله يعود المنتخب المصري ليه طبعا انجازاته ومكاسبه ده، لان كمان كابتن حسام وجهازه محتاجين كمان جدا جدا الفتره اللي جايه يكون فيها انتصارات ويكون شكل اداء المنتخب بشكل جيد ان شاء الله. ومحتاجين انه كابتن حسام البدري كمان يعني بتمنى انه يعني يضع ايديه يعني على العناصر المتميزه، العناصر المتميزه دي هي اللي هتخليه يحقق اهدافه، وهي اللي هتحقق يعني اسعاد الجماهير. يا كابتن هاني ده حقيقي، نتمنى له التوفيق ان شاء الله. كل التوفيق للكابتن حسام البدري، مهمه مش سهله، مهمه طبعا. صعبه لكن احنا عندنا كل الثقه في الجهاز الفني أكيد. والجهاز الاداري لمنتخبنا القومي ان شاء الله. ان شاء الله النجم الخلوق حسني عبد ربه نجم منتخب مصر والاسماعيلي السابق النهارده كان بيطمن الناس على حالته الصحيه. ليه؟ لانه النهارده اتفاجئنا انه تعرض لوعكه صحيه مفاجاه، وتم نقله بسببها لواحدة من المستشفيات لتلقي العلاج. ده بعد إيه؟ بعد ما كان في أزمة أخيرة ما بينه وما بين مجلس إدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، لما تم منعه امبارح من أنه يدخل استاد إسماعيلية علشان يتفرج على مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري اللي انتهت نتيجتها بفوز الاتحاد بثلاث أهداف مقابل هدف واحد. كابتن حسني عبد ربه كتب على صفحته زي ما حضراتكم شايفين على فيسبوك: الحمد لله رب العالمين، أنا كويس، شكرا لكل حد حاول يطمن عليا سواء تليفونيا أو رسائل خاصة أو كتابية على السوشيال ميديا، وآسف على عدم ردي، شوية ضغط عصبي وارتفاع في ضغط الدم، والحمد لله بسيطة وعدت على خير.
حسني عبد ربه كمان قال انه يعني او كان اتكلم انه في ازمه هي دي اللي منعته من انه يدخل الاستاد استاد اسماعيليه، انه بعد ما دخل من بوابه ملعب الاسماعيلي اتفاجئ بفرد من الامن بيقول له لا انت مش هتدخل، انت مش هتحضر اللقاء، فهنا اضطر انه يمشي، يعني يمشي وما يحضرش اللقاء المباراه ديت بناء على تعليمات مجلس الاداره برئاسه طبعا الاستاذ ابراهيم، وده اللي دفع الكابتن حسني عبد ربه انه يعني يعرض البث المباشر على صفحته الشخصيه على فيسبوك بيوضح فيها حقيقه الامر قبل ما يسيب الملعب، علشان كده يمكن جاله بقى يعني موقف صعب طبعا، جاله الازمه الصحيه دي. خلينا اخرج من ده سهام ان دايما وزي ما بقول ان النادي الاهلي في حته تانية خالص، ان النادي الاهلي على مر العصور على مر التاريخ عمر ما واحد من ابنائه حتى لو خرج عن الصف عمر ما النادي الاهلي منع احد من ابنائه انه يخش النادي او عمل بانر كده بره النادي ان ممنوع دخول فلان او فلان او فلان. فعايز اقول لك طبعا هو شيء محزن طبعا لحسن عبد ربه نجم الاسماعيلي وعاشق لنادي الاسماعيلي ومنتخب مصر تاريخ طويل قوي، اكيد اكيد هو كمان يعني جت على نفسيته ان هو ازاي بيته مش قادر يخش بيته ومنعه نتيجه اختلاف وجهات النظر ما بينه وما بين رئيس مجلس اداره النادي. فعايز اقول لك احنا برضو بنخرج من ده ان النادي الاهلي في حته تانية، عمر النادي الاهلي ما انا ما افتكرش انه عمل كده في تاريخه انه واحد من ولاد النادي الاهلي مهما كان مع اي من ابنائه صحيح خالص مهما حتى لو كان في اختلاف وجهات النظر مع مجلس الاداره، لا الباب دايما مفتوح والبيت الكبير زي ما انت شايفه سهام مفتوح لكل الناس. فانا بقول الرساله طبعا لحسني، انت نجم كبير يا حسني وكلنا معاك، اولا الف سلامه عليك، وان شاء الله باذن الله انا اعتقد ان حسني عبد ربه هيكون لي يعني هيكون ليه شأن في نادي الاسماعيلي. هي كلها مشاكل صغيره، وبرده نادي الاسماعيلي نادي كبير ونادي جماهيري طبيعي، وما ينفعش ان المشاكل الصغيره دي فيه تحصل. انا زي ما بقول لك علشان نادي كبير يا سهام لازم يكون الموقف مختلف، ما يمنعش انا واحد عنده تاريخ كبير في الاسماعيليه وفي منتخب مصر انه يخش بيته. اعتقد ده يمكن خانهم التوفيق شويه مجلس الاداره، لكن انا في اعتقادي ان شاء الله الامور هتمر بسلام، وانا بقول ان حسني عبد ربه اكيد هيكون موجود في نادي الاسماعيلي على مستوى اداري او 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 يعني او على مستوى فني. انت عارفه يا سهام اللعيب اللي متربي في النادي وبيكون لاعب منتخب مصر ومتمسك جدا بنادي الاسماعيلي رغم العروض اللي جات له كتير جدا من انديه كتيره أكيد. بيكون عنده غيره، يعني عنده غيره، والغيره ديت بتبقى يعني بينتفض لما بيشوف فرقه بتخسر شكل غير حتى شكل الاداري ممكن هو من وجهه نظره. وبعدين لازم تسمع وجهه نظره، يعني ايه المشكله انك تقعد مع كمجلس اداره تقعد مع حسني عبد ربه وتقعد مع الناس اللي بتحب النادي وتبداوا تتناقشوا يعني بشكل يليق بنادي الاسماعيلي عشان تحطوا حلول. يعني هو ده اللي يمكن حسني زعله شويه، لكن زي ما بنقول حسني لعيب كبير والنادي الاسماعيلي لعيب كبير، نقول له الف سلامه عليك يعني وبسيطه يعني بالزبط. كل حاجه بتتحل يعني ان شاء الله ان شاء الله. طيب من الاسماعيلي نروح لفريق اسوان اللي طبعا بصراحه عامل شغل كويس جدا جدا خلال الفتره اللي فاتت مع الكابتن احمد كشري، اكيد اخرها طبعا خساره بصعوبه امام بيراميدز 2-1 في اخر اللقاء، يمكن خلال ساعات تقدم مسؤولي نادي اسوان بطلب رسمي لاتحاد الكوره ضد تظلم رسمي ضد محمود بسيوني حكم مباراه الفريق امام بيراميدز في طبعا الجوله 23 للدوري. فاز بيراميدز طبعا بهدفين لهدف، وحضر اللواء احمد سليمان رئيس نادي اسوان الى مقر اتحاد الكوره والتقى مع وليد العطار طبعا المدير التنفيذي للجبلايه، قدم له الالتماس اللي ذكر فيه ان احمد الغندور حكم الفيديو استدعى بسيوني لوجود ضرب الجزاء لصالح اسوان، لكن بسيوني رفض الاستجابه لحكم الفيديو. طبعا اسوان طبعا بيختم طبعا تدريبات واستعدادات ل مباراة اللي جاية أمام فريق طلائع الجيش بكرة إن شاء الله، المباراة اللي هيستضيفها استاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري العام. هي المباراة اللي طبعا بيتمنى فيها جهاز الفني والإداري لأسوان إنه يحقق الفوز على طلائع الجيش عشان يدعم كمان موقفه في الدوري وفي جدول الدوري يرتفع أعتقد ممكن أكتر من 3 أو 4 مراكز. كل التوفيق طبعا لكل الفرق المصرية. صحيح، يعني أعتقد إنه التحكيم برضو يعني زي ما بيتقال له ما له عليه ما عليه، بس ما أعتقدش إنه في حكم عايز أو بيبقى يعني
بيتعمد ان هو يظلم فريق. لا وخاصه كده. عارفه اتكلمنا برضو في الكلام ده ان تقنيه الفار لسه جديده صحيح، وهي اللي بتقيم موضوع الالعاب ده. وبرضو انا على فكره برضو الفار، انا يمكن سمعت مهندس عادل القيعي المطل الفار برضو عليه حد، ما انت الفار ده شخص برضو، فما اعتقدش انه بتوصل لدرجه انه حد يكون متعمد. لا ما فيش تعمد، بس هي العلاقه امتى هي، ودي اتكلمنا فيها، امتى البروتوكول ليه بروتوكول معين أكيد. امتى الحكم الفار اللي جوه ينده على الحكم والحكم يستجيب ويطلع، وامتى في مواقف معينه يكون الفار ليه راي واضح وصريح والحكم الحكم اساسي لازم يروح يشوف طبعاً. المشهد ويقرر، يشوف اللعبه لكن اللي عليها جدل. لكن ان الحكم الفار ينده على الحكم الساحه ويقول له لا في حاجه لقطه وما يروحش، ممكن دي يكون عليها علامه استفهام يعني. ممكن يكون عليها علامه استفهام، وده اللي قاله يمكن مجلس اداره اسوان. خلينا برضو نشوف التجربه هتوصل لفين، احنا لسه في اول كنا تجربه بنطالب بيها، نشوف تطبيقها هيوصل معانا الى اي مدى. ان شاء الله هيكون افضل، لانها اكيد خطوه مهمه برضو يا كابتن أكيد. في الملاعب والجدل اللي بيحصل في موضوع التحكيم ده أكيد. موضوع كبير أكيد. محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، النهارده عندهم فرح يا جماعه، وعندهم صرف مكافآت اجاده للعيبه، لعيبه الفريق بعد ما عادوا خلاص للانتصارات وحققوا الانتصار على الاسماعيلي في عقر داره، 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء اللي كان امبارح في ختام الجوله 23 في الدوري. فريق الاتحاد يمكن كان بيعاني كثيرا جدا عقب عودة النشاط الرياضي بعد طبعا فيروس كورونا، ومحققش أي انتصار في أي مباراة خاضها، واكتفى أنه يحقق تعادل فقط في المباريات اللي يعني جمعته مع أي فرقة، وخاض يمكن خاض مع الزمالك، خاض مع الإسماعيلي ووادي دجلة وحرس الحدود، وده اللي أدى يمكن وجود حالة من القلق، نوع من القلق عند جماهير اسكندرية. لكن النهاردة الفريق بينجح في العودة مرة تانية على حساب الدراويش، وبيحتل النهاردة كده خلاص يعني المركز الخامس بجدول الترتيب في المسابقة، خلاص قرب من المربع الذهبي. لا طبعا أكيد، وطبعا ترتيب الاتحاد يليق باسم نادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد، هو في المركز الخامس، ويستعد طبعا لمواجهة طنطا بعد بكرة الخميس في الجولة الـ 24 من الدوري. من ناحية التانية طبعا الكابتن طلعت يوسف المدير الفني للاتحاد فوجئ بقرار إحالته هو شخصيا للجنة الانضباط، خاصة انه ما قالش اي تصريحات خالص، مضيفا انه في تصريحاته حتى التصريحات التلفزيونيه، احنا عارفين ان الكابتن طلعت يوسف دايما متزن في تصريحاته ودايما بيتكلم بعقلانيه وبهدوء شديد جدا، ده معروف عن الكابتن طلعت يوسف. لكن طبعا انه حزين طبعا لاحالته للجنه الانضباط، وزي ما بيقول خاصه ان هو ما قالش اي تصريح يعني رسمي ومنسوب ليه على اي مواقع من المواقع، لكن طبعا هنشوف الفتره الجايه هيحصل فيها ايه. نروح لطبعا طنطا، ابناء السيد البدوي طبعا بيتمنوا فريقهم يعود تاني للانتصارات من جديد بعد سلسله من النتائج السلبيه جدا طبعا من خلالها ادت لرحيل الكابتن ايمن المزين، وبعديه طبعا الكابتن محمد صلاح، عشان طبعا يتم اسناد مهمه القياده الفنيه للكابتن احمد سامي المدير الفني طبعا السابق لطلائع الجيش وفريق النجوم. قال احمد سامي المدير الفني الجديد لفريق طنطا انه وافق على توليه القياده الفنيه لابناء السيد البدوي رغم الصعوبات كبيرة وموقفه بجدول ترتيب الدوري الممتاز، وقال كمان انه تلقى اتصال من جانب فايز عريبي ده رئيس نادي طنطا، وهو اللي خلاه يوافق على قبول المهمة. احمد سامي كمان قال ان موقف طنطا صعب جدا، لكن هيكافح وهيشتغل وهيحفز اللعيبة باستمرار الاستمرار والبقاء في الدوري الممتاز، وقال انه قال اول مران مع الفريق النهاردة مع فريق طنطا، وهدفه أكيد إسعاد الجماهير وإنقاذ الفريق من صراع الهبوط للقسم الثاني. وزي ما احنا عارفين طبعا ان مجلس إدارة طنطا قرر تعيين أحمد سامي مديرا فنيا للفريق بشكل رسمي بعد الاتفاق اللي مع الكابتن محمد صلاح على الرحيل، وكان الاتفاق بين الطرفين. يعني احنا عارفين ان فريق طنطا بيعاني جدا جدا الفترة اللي فاتت، هو دلوقتي في المركز الأخير في الجدول عنده 16 نقطة بعد 23 مباراة، فاز في مباراتين بس، تعادل في 10 وخسر 11 مباراة، حتى السجل التهديفي قليل جدا يمكن 15 هدف وتلقى شباكه 34 هدف، فموقف صعب جدا جدا لطنطا. نتمنى طبعا التوفيق لنادي طنطا لانه نادي جماهيري، نتمنى طبعا التوفيق للكابتن احمد سامي لان المهمه صعبه جدا يعني مهمه فعلا. بس هو مدرب جيد يعني، ما هو مدير فني جيد، افتكر هيكون وفرق مع الدوري وفرق في طلائع الجيش،
ويعني كل التوفيق ليه يعني. كل التوفيق. لان عايز اقول لك على حاجه يا كابتن، مش كل المشاكل متعلقه دايما بالمدير الفني والجهاز الفني، في عوامل تانية هي اللي بتحقق يا الفشل يا النجاح. ده حقيقي، ده حقيقي، بس دايما كتير. هو يبقى الموضوع الاسهل بالنسبه للاداره هو يعني اقاله او استقاله المدير الفني، لكن خلينا نشوف. طبعا نتمنى له التوفيق، وعلى المستوى يمكن طنطا مستوى كانوا بيقدموا كوره حلوه قوي، يمكن بعد ظروف كورونا والغيابات لبعض الاصابات وما كانش في تذبذب في المستوى والنتائج، لكن كل التوفيق طبعا لطنطا وكل التوفيق لانديه الدوري الممتاز. طيب هنتنقل للاخبار العالميه، وزي ما احنا متعودين كل يوم دايما البدايه معانا من برشلونه، برشلونه اللي فيها جدل بسبب نجمه راحل ليونيل ميسي. النهارده اليوم الثاني على التوالي ميسي بيغيب عن تدريبات برشلونه بعد ما اخطر النادي الاسباني انه مش مكمل معاهم. النهارده غاب وامبارح غاب عن تحليل كمان فيروس كورونا اللي يعني اتعمل للعيبه، وده تاكد منه خلاص انه قرار رحيل ميسي هو قرار نهائي لحد دلوقتي. لحد دلوقتي الموقف معقد، برشلونه بيقول انه لو عايز ميسي يمشي يدفع الشرط الجزائي الاول، والاخبار اللي تخص ميسي بتقول انه عايز يمشي مجانا، فايه اللي هيحصل؟ ما حدش عارف يعني. امبارح كان في خبير اللوائح الاجنبي اللي كان بيقول لك لا، العقد واللي عمله ميسي في صالحه، مش عارفين ممكن برشلونه يبقى له كلام تاني. هو طبعا كل طرف بيحاول بقدر الامكان ان هو يتمسك يعني ميسي بيتمسك انه بمجرد انه بعت الجواب انه لازم يمشي فري. طبعا على الجانب الاخر برشلونه لا، بيقول ان ده عايز تمشي لازم تدفع الشرط الجزائي. فالموضوع مش هيعطل يعني، ميسي طبعا مش موجود كده كده ببرشلونه خلاص، والموضوع منتهي ان هو يرجع تاني اعتقد الموضوع بقى مستحيل. هو بيتعاقد مع المان سيتي بشكل رسمي، لكن طبعا هي موقف الشرط الجزائي، هل هيدفع الشرط الجزائي قانونا او هيكون الانتقال ترانسفير فري. ده اللي هنشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه. وعلى نفس ما افتكرش ان هو هيتوصل بيه المرحله انه يدفع الشرط الجزائي، اكيد ليها هو مش يعني. مش ميسي اللي بيدفع، لكن أكيد هو يعني بس ما افتكرش ان ده هيحصل. هنشوف يعني كل دوت هنشوفه ان شاء الله الفتره اللي جايه. لكن النهارده كمان الهولندي رونالد كومان طبعا المدير الفني لبرشلونه معاه الجهاز المعاون الجديد بالكامل النهارده بيتمرنوا. الموقع الرسمي طبعا لبرشلونه قال ان الفريد شرويدر ده هيكون مساعد كومان، طبعا فيما سيتولى السويدي هنريك لارسون ده لاعب برشلونه طبعا السابق مهمه تدريب، هيبقى مدرب مساعد لكومان، كما يتواجد كل من البرت روكا ودانيال روميو وبارتيرا كمدربي لياقه، دول الفيتنس ترينر، وخوزي رامون ديلافيتي ده مهم التدريب حراس المرمى. ده الجهاز الكامل لكومان. اعتقد كمان كومان عنده مشكله كبيره النهارده زي ما احنا شايفين قدامكم، يعني طبعا ده الجهاز كاملا، جهاز الفني لفريق برشلونه للموسم القادم اللي في اعتقادي هيواجه مشكلات كبيره جدا وملفات مفتوحه كبيره جدا. كومان يمكن استغنى عن تدريب المنتخب الهولندي في سبيل انه يرجع تاني لبرشلونه، لكن يعني انفجرت القنبله في وشه زي ما بيقولوا برحيل ميسي وبعديه سواريز طبعا ونجوم فيدال على سبيل المثال وتجديد بعض اللاعبين في مشاكل. فاعتقد في مشاكل كبيره جدا جدا بتواجه كومان، لكن هنشوف كمان برشلونه رايح لفين بعد ميسي والفترات اللي قضاها اكتر من 20 سنه موجود ميسي في برشلونه، ونشوف ان شاء الله الامور هتوصل لفين بالنسبه لفريق برشلونه ان شاء الله. كريس مولينج مدافع مانشستر يونايتد النهارده قرر بشكل نهائي انه ينضم لروما، روما الإيطالي، وإنه خلاص مش هيرجع الدوري الإنجليزي مرة تانية. سمولينج لعب الموسم اللي فات، كان معار من مانشستر يونايتد ولروما ورفض عروض مختلفة من البريمير ليج علشان يرجع لإنجلترا مرة تانية. المفاوضات بدأت ما بين روما ومانشستر يونايتد خلال أيام، وخلاص سمولينج ممكن يكون لاعب في روما بشكل نهائي. لسه هنشوف يعني هي كيميا. طبعا ترانسفير ماركت دلوقتي في حرب، طبعا حرب ترانسفير ماركت وانتقال اللاعبين وخاصه اللاعبين الكبار على سبيل المثال سوارز. يمكن معلومات جامده جدا من وسائل الاعلام الاسبانيه وكمان الهولنديه ان في تفاوض، وصل تفاوض جدي جدا لانتقال طبعا سواريز الى اياكس الهولندي. احنا عارفين طبعا هو كان اصلا موجود في اياكس ولعب ليه فترات طويله، ان اياكس كمان
بيحاول انه يدعم صفوف فريقه بشكل قوي جدا جدا استعداد للموسم اللي جاي، وحاطط عينه على اكتر من لاعب عندهم خبرات شويه، يعني لعيبه كبار في السن. احنا عارفين ان اياكس من الفرق على المستوى الاوروبي بتتميز باللعيبه صغار السن، بيطلعوا لعيبه صغيرين جدا في السن، لعيبه مميزه جدا، فهم كمان حابين ان هم كمان يكون في عنصر الخبره موجود. سواريز لازم يكون موجود في يعني مفاوضات جاده جدا جدا مع سواريز ان هو ينتقل لاياكس. كمان عندنا تقرير دلوقتي، كمان فريق الاعداد عمل تقرير عن مفاوضات اياكس مع سواريز، نشوف ونرجع مع حضراتكم مره ثانيه. تكهنات كثيرة تدور حول مصير نجوم برشلونة الراحلين عن الفريق الإسباني الكبير في عهد الهولندي رونالد كومان. وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية وجود مفاوضات بدأها نادي أياكس أمستردام الهولندي عن طريق مديره الرياضي مارك أوفرمارس لإقناع الأوروغواياني لويس سواريز بالعودة إلى كبير الأندية الهولندية. سواريز سبق له اللعب بقميص أياكس خلال الفترة من أغسطس 2007 وحتى يناير 2011 قبل أن يتم انتقاله إلى ليفربول الإنجليزي ومنه إلى برشلونة مطلع موسم 2014-2015. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم النهاردة بيبحث عن حلول مع السلطات المجرية بسبب إغلاق الحدود الخاصة بدولة المجر قبل فترة قصيرة جدا على موعد مباراة السوبر الأوروبي اللي المفترض تكون في بودابست عاصمة المجر. طبعا المجر قررت ان هي تغلق حدودها بعد ما تزايدت فيها إصابات فيروس كورونا، والمفروض ان السوبر الأوروبي بيتلعب في المجر يوم 24 سبتمبر. ده الاتحاد الأوروبي لحد دلوقتي بيأمل انه خلال الاسبوعين اللي جايين تتغير الامور دي علشان البايرن واشبيلية طبعا يلعبوا طرفي السوبر الأوروبي، يلعبوا طبعا المباراة في ميعادها. لكن مش عارفين هل المباراة ممكن تتنقل لبلد تانية؟ ده هو طبعا موقف صعب، لكن لكن في خلال الاسبوعين اللي جايين طبعا مباراه السوبر الاوروبي مباراه كبيره، يعني حامل اللقب تشامبيونز ليج مع حامل بطل الدوري الاوروبي فالنسيا وبايرن ميونخ، ده مباراه كبيره. لكن هنشوف الفتره اللي جايه يمكن كورونا بتتدخل طبعا يعني اكيد لكن هي المتحكم دلوقتي طبعا، يعني هو مصلحه طبعا مصلحه الناس، وقفلوا الحدود طبعا تزايد الاعداد فقفلوا الحدود شويه، لكن ان شاء الله ممكن بس خلال المباراه قربت يا كابتن لكن خلال ممكن اسبوع او 10 ايام ممكن اعتقد ممكن الامور تبقى افضل. يعني نروح لكومان، طبعا احنا عارفين كومان كان من احد اسباب ومن اللعيبه الاساسيه في بايرن ميونخ اللي كان ليه طبعا الهدف التتويج ببطوله الشامبيونز ليج السنه دي. يعني قال واعترف انه من الصعب انه يرجع باريس سان جيرمان تاني، يعني في ظل وجود خاصه في ظل وجود نيمار هناك. كومان قال في تصريحات ابرزتها صحيفه ديلي ميل ده البريطانيه، العوده الى باريس اعتقد معقده اذا كان نيمار موجود بالجبهه اليسرى ويكاد يكون من المستحيل، باريس ليس في خططي المهنيه. طبعا كومان بدا كره القدم من اكاديميه باريس سان جيرمان في 2004، لعب اول مباراه رسميه مع باريس سان جيرمان في بطل فرنسا في 2013. وعارفين ان هو كومان ظهر بشكل اكثر من رائع، هو ايضا من اكاديميه باريس سان جيرمان وانتقل طبعا نتيجه ما خدش فرصه طبعا مع وجود نيمار في باريس سان جيرمان، قال لا انا مش هاخد فرصه نهائي، وانه هو كمان البلان بتاعه ان هو مش عايز يرجع باريس سان جيرمان في الوقت دوت. وهو فعلا ظهر بشكل اكتر من رائع في بطوله اوروبا اللي فاتت مع البايرن، واعتقد ان هو البايرن كمان مش هيسيبه، يعني لعيب صغير في السن اعتقد ان هو من مكاسب كبيره جدا جدا للبايرن في الفتره اللي جايه. هو لعيب استحق طبعا الرهان عليه، هو اللي جاب لهم دوري ابطال اوروبا. ف صحيح. يعني النهارده او دلوقتي خلصت فقره الاخبار، هنروح لفاصل قصير جدا، وبعد الفاصل البيت الكبير واولى فقرات البيت الكبير مع الاستاذ عصام شلتوت مدير تحرير اليوم السابع وكابتن. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، وزي ما متعودين في البيت الكبير الفقره الثانيه بتكون فتح ملفات مهمه جدا جدا،
وعشان هي ملفات مهمة جدا جدا لازم يكون ضيوفنا على مستوى الحدث، ومش هنلاقي طبعا أفضل من الأستاذ عصام شلتوت يكون ونحاوره في ملفاتنا الكتيرة جدا. إن برحب بيك يا أستاذ عصام ودايما منورنا. أهلا بحضرتك وطبعا كل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أهلا بحضرتك. عندنا ملفين ثلاثة كده عايزين نتكلم فيهم، بس قبل ما نخش طبعا لازم نتكلم على النادي الأهلي. أولا خبر انا على المستوى الشخصي ضحكت لما سمعته، ان في بعض وسائل الاعلام بتقول في السوشيال ميديا معظمها ان هروب ديانج من النادي الاهلي ورجوعه لبلده مره تانية، وان اللاعب هرب ما بين قوسين كده، هرب ومش هيرجع تاني. استقبلت انت الخبر ده ازاي؟ يعني الحقيقه قلت خلاص بقى يبقى الاهلي كده بيهرب اللعيبه، هو بيهرب اللعيبه، لان الخبر اللي طلع من النادي الاهلي طبقا يعني لما يسمى إعلان الأخبار اليومية عشان تروح لروافد الإعلام كله في مصر، مش بس قناة النادي أو وحدة إعلام النادي اللي هي بتتوزع على كل المؤسسات الإخبارية، أنه بعد المباراة الفلانية ديانجا يسافر. أعتقد أنه هو عنده تجديد باسبور زي ما الخبر كان بيقول، وتصور كمان أنه بعد يعني الأحداث اللي في مالي ربما كمان هي فرصة أنه يطمئن على الأهل، وده اللي بيوفره النادي الاهلي للاعبته من اجواء محترفه 100%. دي كده مش حكايه النادي الاهلي بقى يعني عشان بيحب ولاده بس، هذا هو الاحتراف. انت حقيقي ما عندكش شغل، وبالتالي عندك تجديد اوراق زي ما بيقولوا، وكمان بلدك فيها احداث مزعجه في اقل تقدير للناس وللاهالي وللاسر، وطبعا التلفزيونات في كل العالم نقلها، فلما لا ان هو يكون تواكب الحاجتين مع بعض، وبالتالي اكيد في جهد اتبذل. يعني اصل الهروب صعب، الاتوبيسات دلوقتي ما هياش ورا بعض. هو لفظ الهروب هو اللي ضحكني يعني. كمان اصل خطوط طيران وكذا ما بقتش منتظمه، مش معقول هيروحوا يعني مالي عوم مثلا او ماشي، وبالتالي اكيد حصل حجوزات، وهينزل ستوب فين وبعدين يروح باماكو وبعدين يرجع من باماكو ستوب في حته على كايرو. الحكايه صعبه قوي يتقال عليها كده، بس كمان ما هو ده الاستمرار للتشويش على لعيبه النادي الاهلي، والاستمرار على يعني خل اشاعات، انا متهيألي حتى اشاعات رخيصه بمعنى اصح. الجو ده يعني نتمنى انه يهدى شويه، صعب بس احنا ماشيين في طريقنا يعني. بس بالظبط هو ده بقى، هي خلاص بقت حاجات واضحه جدا مع النادي الاهلي او مع اي مؤسسه بتعمل بجد واجتهاد، وبالتالي لابد من نشر حواليها ثقافة قال وقيل في أقل وصف يعني. وبالتالي على الأهلي أن يظل على نفس المسيرة، ما يفضيش جهد أي حد من رجالته ولو لدقائق يعني، علشان ردود أصلا الرد عليها يعني بيبقى عيب. حتى أنت رديني بعيب خسارة يعني. أيوة خسارة أنك تضيع ولو دقيقة توقف قدام هكذا أخبار يعني. لكن بدا الأمر بالفعل أن الدنيا ماشية بالطريقة دي في السكه دي بنسبه ما هياش يعني مرعبه لكن مزعجه الحقيقه، ولا بد من ضبط للاداء ده. لو كل حد استخدم حقه في فكره المصدر وفكره الادعاءات، واستخدم حقه القانوني على العوالم الافتراضيه اللي المفروض انها تبقى اكثر تزكيه لفكره الثقافه وبث معلومه حقيقيه او راي دون اساءه والكلام الكبير ده اللي ما بقاش عاجب حد، لا على الكل ان يتوجه للقانون. وعلى فكره القانون الان الخاص بكل هذه الاجواء خلاص صارم جدا جدا، لكن ما تفوتش الفرصه وتسيب حد يعمل معاك ده، وبعدين لا تشكو وتقوم بالاجراءات يعني الرسميه كابتن. ده حقيقي، ده حقيقي. وبعد كده تظل بقى لا ينفع كده ومش ينفع كده، خد اجراءاتك. وده اللي بياخده النادي الاهلي، النادي الاهلي يعني ماشي في الاجراءات، ودايما النادي الاهلي بياخد السكه او الطريق الشرعي بالظبط، الاجراءات القانونيه بيمشي فيها بسكه معينه. على الجانب الاخر احنا بنشتغل، احنا ماشيين في طريقنا، والجانب القانوني بياخد وقت شويه، لكن عاجلا ام اجلا هيكون في حساب. عاجلا ام اجلا يعني مؤكد، لانه ده جزء مهم جدا من فكره تفعيل يعني نجاحات للمؤسسه. ما تخليش حد يعيقك، ما تخليش حد يوقفك، انطلق بنفس سرعاتك المحدده، ودي اللي بتخليك بتفرق عن الاخرين. ده صحيح، ده على المستوى الاداري بننطلق ونمشي بسكتنا. ده كمان شايفه على المستوى الفني، المستوى الفني يمكن بعد مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك كان في توتر شويه من الجماهير، لكن الفوز مباراتين على التوالي، مباراه المصري وكان عندنا يعني
جمعنا 6 نقط في مباراتين كانوا مهمين، مش بس لحسم بطولة الدوري أو نقرب من بطولة الدوري، لا ده كمان في إطار اللي حضرتك بتكلم عليه، إن على المستوى الإداري ماشيين في طريقنا وبناخد طرقنا الشرعية وإحنا ماشيين وسدين ودنا باللغة العامة. كمان على المستوى الفني حضرتك شايف إزاي النادي الأهلي في الفترة اللي فاتت، وكمان على المستوى الأسابيع اللي باقية من الدوري الممتاز. احنا قلنا كابتن هاني مع حضرتك هنا أنا وصديقي العزيز محمد الموصي، إن اللي بيحصل ده هي التوابل القمة، هي القمة عفوا بذات يعني نفسها لما بيبقى فيها هزيمة وثلاثة أهداف لهدف، لا هو رقم، هو ليه مدلول عند الجماهير. وقلت لحضرتك حتى لو حضرتك فاكر ساعتها إنه فايلر لازال محترف بكر، يعني ما عندوش تور زي كارترون وغيره، وهو كمان مطلوب ان التور ده ياخده في افريقيا ويبدا كمان من قلبها مصر، يعني اللي هو فكره ازاي بحرفيه المحترف، مش حكايه اللي بقول للناس. لا طبعا هو اللي فهمه ان هو كمان زعلان على القمه، هو كمان هو صحيح الكلاسيكيات في كل العالم وهو ديربي وهو يعلم ان هناك ديربي في كل بلد، لكن هو ما كانش حاسس انه للدرجات دي، وبالتالي كلامه اللي هو لسه لم يعني يتمصر زي ما بنقول على الروايات العالميه من مصاره لسه ما بقاش فيه خلطه، والدليل انه قال للناس انا مش بنلعب بلاي ستيشن. الاجابات اللي قلت لحضرتك عليها هنا لما قلت لك لو جاء مدرب بيور كده مع فرقه وبنساله حتى لو احنا زعلانين مثلا انه الاهلي غلب البايرن، فنقول له ماذا ستفعل بعد ان فاز الاهلي؟ هيقول لك انا هروح الدوش ونتعشى وعندنا شغل الصبح. ده حقيقي. اول حاجه هتصورها بثقافتنا او بثقافه الاغلب العام هنا ان الراجل ده انا مش مالي عينه، يعني الناس ايه الناس بتاخدها يعني في هاني رمزي بالزبط. ولا في مولر ولا مش عارف مين، ولا انه الاتحاد الالماني ما ادالوش فرصه للاستعداد الجيد وان لعيبته خذلوه في هذه الليله ومش عارف، وانا سابدل واغير وكذا. وبالتالي ده اللي خلى الراجل يبدو يعني عايز يفهمهم مش قادر يوصل المعاني يعني. وبالتالي الماتشين اللي بعد كده وكنا برضو يعني ايه متأكدين او شبه متأكدين انه الميزان في الملعب هيتعدل، خطأ فني نتاج تجربة هو اقر بيها كمان كراجل فني، وبالتالي عدل الحكاية. انما الاهلي بس عنده يعني جمهور مش بس بيحب الفوز وبس، بيحب يبقى مطمن، بيحب يبقى قاعد وفي بطنه بطيخه صيف، لانه بيفكر يعني في الخطوه الاكبر بالظبط، وبالتالي عاوز يشوف اداء تماسك، مفيش هفوه مفيش غلطه، حاجات برضو مش في الكوره برضو المصريين بس، وطبعا في القلب منها لما بتتكلم عن النادي الاهلي فهو الاكبر، يعني مفيش حاجه اسمها 4-3 في الفوز، لا بتروح يعني انت كسبان 4-3 بتروح زعلان ازاي يعني 4-3 ازاي يخش فيه 3 جوان يا عم انت كسبت 4. الكلام ده ممكن يقول واحد فني لو الاخطاء بثلاث حاجات فنيه هو شايف ان كان ممكن، لا لكن انا كجمهور ما اسعد جماهير العالم في النتائج اللي راحه جايه دي لما بيحسمها في الاخر القوي ولو بابو كورنر بربع جون زمان. هو طبعا الجماهير خاصه في مصر ليها طبع خاص، وخاصه جماهير أيوة النادي الاهلي أيوة، وخاصه جماهير النادي اللي انا شايف انه ايجابي اكتر من انه سلبي جداً. ايجابي جدا، عاداتنا وتقاليدنا معانا، عاداتنا وتقاليدنا تقرير عن راي الجماهير في النادي الاهلي الفتره اللي فاتت نشوفه ونرجع مع حضراتكم. انا بوجه رساله للعيبه، احنا السنه دي عندنا هدف مهم جدا، بطوله افريقيا يعني وحشتنا جدا، و بنطالبهم انهم يبذلوا اقصى جهد عشان يعوضوا كل اللي فات. هم احسن لعيبه في مصر ويقدوا اداء احسن من كده، ومستنيين منهم افريقيا ان شاء الله. احنا بنحب لعيبه الاهلي وعايزينها تطلع اقصى ما عندها من جهد عشان ترفع اسم نادي الاهلي، نادي كبير جدا ولازم يبقوا قدوا ومستنيين منهم الاحسن دايما. لعيبه على قد المسؤوليه، وان شاء الله احنا ابطال افريقيا واسياد افريقيا ان شاء الله، والبطوله السنه دي ان شاء الله تبقى موجوده في الجزيره. تعتبر بنسبه كبيره دوره حسم الاهلي، بس ان شاء الله اللي جاي اقوى باذن الله، وعايز اقول لهم باذن الله شد حلوهم في افريقيا. خطيره تصويبه حلوه صد احلى، يه 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 على التصويبه، تصويبه جميله. اللي جاي احسن ويكونوا رجاله في الملعب، وافريقيا ان شاء الله التاسع اهلي. ربنا يوفقكم، واحنا عايزين مزيد مزيد من الجهد. احنا واثقين فيكم جدا، وانتوا اعظم لعيبه في الدنيا،
وانتوا تقدروا على اي حاجه. يعتبر الدوري يعتبر شبه خلص، فاحنا بنبص لافريقيا، هي الفكره في كده يعني. اهم حاجه عندنا يعني بطوله افريقيا اهم من الدوري، ما من اي حاجه. محاوله خطيره سريعه والعرضيه جميله، راسيه. هو ده استاذ عصام اللي بنتكلم عليه، رغم بيكون في حاله شويه من القلق، حاله شويه من التوتر، لكن الحاله الاكبر هي الثقه في اللعيبه. منتهى الثقه. الثقه يعني في اللعيبه والجهاز الفني. منتهى الثقه طبعا، هي الجمهور اعتاد يعني كابر عن كابر انه عنده دايما ثقه، هي بس الحكايه انه الناس قلقانه من ان لازال هناك بعض المناطق، وده اللي بيتكلم فيه الخواجه، وده اللي بيتكلم فيه الكابتن خطيب واللجنه مع الكابتن محسن صالح، انه هناك تدعيمات، بس ما هو الموسم ما وقفش، ما فيش ترانسفير ويندو دلوقتي يعني. بالظبط، وبالتالي بعض يعني هذه التدعيمات حتى بالمعارين يعني وسد الحاجه زي ما علمت يعني بلغه الصحافه ما شاء الله بحاجات سوبر يعني في الاماكن، ما عادش خلاص هيبقى الشراء في المطلق لمجرد نجوميه نجم وكذا، وده التطور اللي الاهلاويه يعني اكيد هيلحظوه في الفتره اللي جايه، وبالتالي لا المعدلات طيبه جدا، جمهور برضو وربما مش الخبراء والمحللين، ربما المتابعين مثلا زينا صحفيين او كذا يعني خارج الاطار الفني ممكن يبقى عنده قلق الموقف يعني ان الدفاع ما بين بدلاء مش بدلاء هم بدلاء يعني اقصد مره بعض اللعيبه بالظبط اصابات انذارات يمكن ده شويه يبقى مزعج، الفنيين عندهم الردود انه عنده تيمه على بعضه انه يقدر يوظف، وبالتالي مستوى الاداء طالما بعد القمه راح في سكه انه ماشي لقدام اعتقد انه ده هيفضل لغايه ما نشوف ماتشات السيمي فاينال الافريقي ان شاء الله. وده الاهم، وده الاهم إن طبعا الله. ان شاء الله بطوله الدوري ان شاء الله محسومه بنسبه كبيره جدا جدا، لكن طبعا وكلنا بما فيهم احنا بنتكلم كجماهير حتى مش فنيين ان البطوله افريقيا هي البطوله العزيزه علينا كلنا، واللي وده نقلناه من خلال برنامجنا هنا، واللعيبه كمان عندها حساسه جدا وعايز ده يعني بالظبط خلاص كل المقابلات الوقت التاسعة يا أهلي صحيح. يعني 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 الأميرة السمراء العصهية دي على الفارس الأحمر شوف عملوا لها حتى حاجة زي القصص الجميلة كده، قال لك لا لازم تقبل بيه يعني إن شاء الله إن شاء الله في خطبته القادمة أو في جولة العام ده يعني ده حقيقي. طيب عايز أخد حضرتك بقى اللي يمكن خبر النهاردة يمكن أنا أزعجني على المستوى الشخصي، إن طبعا لائحة الكاف بعد لائحة الخاصة بالأندية المشاركة في البطولات الأفريقية في مصر، مش مصر بس كل الدول الأفريقية، مين الفرق اللي هتمثل دولها في الكونفدرالية وفي بطولة دوري الأبطال، لازم يكون الرد قبل 20 أكتوبر. طبعا قبل 20 اكتوبر يبقى انت دلوقتي اللجنه الخماسيه في اعتقد هتبقى في مشكله شويه في مباريات الدوري، يبقى لازم مش هقول لازم الدوري يخلص قبل 20 اكتوبر، لكن من وجهه نظرك الخبر ده استقبلته ازاي وايه ممكن تكون الحلول المتاحه يعني؟ شوف الحلول يعني اللي عايز يحل موجوده وبوفره يعني، انما في الاخر استقبلته ازاي انا مش عايز استقبله لغايه لما اشوف اول تصريحات اللجنه الخماسيه يعني، لانه الحقيقه ده حصل على الكل في القاره السمراء على كل بالظبط، وبالتالي لازم نسمع الردود المنطقيه. انت لما يتقال لك لغايه اكتوبر شوف من بدايات سبتمبر لغايه الميعاد ده فاضل قد ايه كتله مباريات، عدد يعني مباريات هتلاقي خلاص الاسبوع زمان كان بيبقى اسبوع باسبوع، دلوقتي الاسبوع بيبقى فيه ماتشين على الاقل لكل فريق. هتشوف بقى يعني ده واحد من المقترحات، لغايه قبل ما تقدر تشوف القوائم وكذا هيكون مين متصدر، نسب النقط قد ايه، هل ده يقدر يوصل لده، ده يقدر يوصل لده. اذا النتائج ساعدتك لجنه وخلت الأهلي مثلا متصدر بفارق لا يسمح لأقرب منافسيه بالوصول كده الأول، نشوف بقى من وانت جاي التاني والتالت والرابع بنفس الحسبة أو عليهم ان هم ياخدوا في الحسبان
التنظيم اللي هو بالنقط، يعني يدوا نقط عن مش نقط المباريات فاز تعادل خسر، لا نقط. طب خلينا نحط برضه يعني عشان الساده المشاهدين، حضرتك بتقول اولا ممكن جدا ضغط الدوري او ضغط المباريات بشكل لا زي ما هي زي ما هي، بس وهيحصل بقى على الاقل مثلا اربع اسابيع رقميه في ماتشين بثمانيه، ادي 8 اسابيع هيتلعبوا بالظبط، وقول مثلا اسبوعين كمان ادي يبقى كده 10 احنا أسابيع. تقريبا خلاص على الاسبوع ال 24 هنبدا الاسبوع ال 24. انا بقول لحضرتك يبقى لو قلنا عندك 7 اسابيع لو كمان. قلنا لا كده تقدر يبان لك خلاص بقى برضو، يعني مش عايز اقول رقم قبل ما اكون متاكد قوي، عايزين نعرف عدد الاسابيع. قلنا انه خلال 8 مباريات من هنا لغايه 20 اكتوبر او قبل 20 اكتوبر طبعا ايام هيبان، لا تقدر ترصد الاوائل اللي هم مطلوبين من الاول للرابع بالظبط، الاول والثاني بطولة ما عدا ذلك فرنسا عملت كده ودت الكتله الموجوده، هولندا اخذت بالاحوط وحتى ما صعدتش، فريق اسمه جريخشاب حاجه كده مش فاكر الاسم كويس، ما صعدتوش، كان المفروض يصعد بعد موسم. يعني خدت مع نهايه الموعد وحتى الدوري لسه ما خلص، اللي هينهي اول اربعه يبقى الاول والثاني بطولات الشامبيونز ليج الافريقي، والثالث والرابع الكونفدراليه. أيوة خدوا الرباعي، خدوا باريس سان جيرمان زي السنه اللي فاتت وهكذا. في الاغلب الاهم تركوا للاتحادات الاهليه اللي هي هنا بالنسبه لنا الجبلايه، في مالي الاتحاد المالي وهكذا في كل بلد يعني. تركوا له بقى في الاخر هو ايه يا عم قول انت. انت بعت لي. ايوه يعني انت بعت لي، يعني انت نظم نفسك كم حل كده واخرهم قول انت بقى، يكش تجيب من فوق من نص من ورا من قدام انت حر. هو عليه انه يتبعت قبل 20 اكتوبر يتبعت الاول والثاني، دول اللي هيشاركوا في الشامبيونز ليج. انا بقى بنجتهد ازاي اللجنه تقدر تخرج باداء افضل وباختيارات افضل وادق وتذهب الى مستحقيها، لانه هذه الانديه بذلت جهد. طبعا الناس ممكن تبقى مستكت وتقول ايه من هو جدير بتمثيل مصر، لا الجدير بتمثيل مصر ده منتخب مصر. ما هو الخوف بقى، وانت عارف انا بتكلم يعني كتير قوي من الناس هتطلع تقول لك لا، او لا طب يبقى كده ليه، يبقى انتوا بداتوا الدوري ليه والدوري ما كانش، يعني هنرجع تاني لموال ما كانش الدوري يتلعب، طب وانتوا هتكملوا الدوري ازاي؟ يعني الدوشه دايما اللي بتحصل رغم ان في حلول، والحلول دي بتكون حلول منطقيه، لكن دائما وابدا هتلاقي ناس بتشتغل في الحته الثانيه انك تحاول تشوش برضو لو في حلول بيبقى في معوقات يعني هو ده القلق. ما هو كل دول لو اشتغلت صح، واحنا اللجنه انا مالي باللي بيقول، الا لو قالت الانديه بنفسها هي اللي بتعترض عليا وعماله تقول انت عملت كده ليه وانت وانت عندي لائحه طبقها. ممكن بعض الانديه انا متوقع مفيش مشكله، انا متوقع ان في انديه تطلع تقول لك عندنا مشكله، هي تبدا انه لو سالني حتى لو بصوت يعني اكثر من مسموع نقول سالني باستهجان كمان من حقه ان ارد، ما عجبوش الرد عندي لائحه اطبقها عليه، ما انا مش هاخد راي التلميذ ها ازاي يذاكر وما يذاكرش، ولو ما عملش الواجب العقوبه ايه، ما انا مش هاخد رايه. ده حقيقي حاجه غريبه جدا برضو، يعني احنا بص عاملين حساب ايه، وحضرتك بتكلمنا الكابتن هاني عاملين حساب وهيقولوا مين هم، احنا متعودين. انا بتكلم انا متوقع كده، لكن انا ده توقع وبيحصل دايما. اللجنه الخماسيه زي ما انت قلت بيبقى في قرارات واضحه والله، وده المطلوب الفتره اللي جايه. احنا طبعا مستنيين، عندهم فرصه عمرهم يعملوا عمل نبيل للكره المصريه، يعني انت بتعتبر ده فرصه بالنسبه لهم كمان، مش ضغط عليهم، في قرارات واضحه، وانه ما يعملوش بلالين اختبار ويرموها وبكره الصبح يقول لك مين قال هناخد الاربعه اللي ورا بعض، وبعد بكره تلاقي حد سرب خبر عشان يقول لك ايه لا هنعد النقط زي اللي شرحناها انا وحضرتك الحاجات اللي كانت بتحصل، وبعدين يلاقوا مين قال كده، لسه الناس ما اجتمعتش، لسه الناس ما عادتش، عليهم انهم يعملوا حاجات كتاب تاريخ الكره المصريه في الفصل بتاع السيد عمرو الجنايني والذين معه هيذكر اما صالح الاعمال اما انهم يكونوا فوتوا على مصر فرصه عالميه وهتيجي ان شاء الله، بس في تاريخهم هم ان مصر تبقى فيها كوره بمستوى ادائنا كبلد في عنوان مصر الجديده اللي متفقين عليه انا واغلب الشعب المصري، وايضا في طريقهم لنشر ثقافه احتراف بعد ما تم اختيارهم للتجويد، حتى احنا عايزين منهم الاول البيزك الف ب قبل التجويد كمان، فلا هتقدم لي ده ولا هتقدم لي ده، مش كل حاجه تبقى مبطوله بقى. طبيعي مظبوط. هو كمان احنا بكره هنبدا الاسبوع ال 24 ناقص بالظبط يا استاذ عصام 10 اسابيع، يعني 10 اسابيع في تمام الدوري تمام.
انا في رايي وارد جدا وممكن جدا ان خلال الفتره اللي جايه لغايه 20 اكتوبر، انت بتتكلم دلوقتي في احنا النهارده 1 20 يعني حوالي 50 يوم، يعني 50 يوم يعني وقت. يعني ممكن جدا، مش الموضوع مش زنق اول الدرجات دي، ممكن تتدبر بشكل او باخر، يتحط الجدول من دلوقتي ويتبني عليه. فدي نقطه هنشوفها من خلال طبعا زي ما انت بتقولت، احنا مستنيين كمان ايه اللي هيطلع من اللجنه الخماسيه، هيحلوا القصه دي ازاي. هم اكيد بياخدوا وقتهم شويه، اكيد بيقعدوا مع بعض ويشوفوا افضل الحلول ايه. مش معقول كل حاجه لا تعليق، والاكثر دهشه انه لو جيت نسال هيرد بكره او بعده في اقصى دير لك ايه، اصل لما يبقى يوصل لنا رسمي، اكن فكره انه على الميديا بتاعت الكاف ده وصل، ده وصل رسمي. انا بقول لك اللي هتسمعه، ما هو الرسمي ده يبقى لازم، اصل انا معايا اصلا اكيد لو معايا نزوره منه دي اللائحه اللي دي اللائحه نزلوها بالظبط. هو بقى يقول لك الاعداد هنا الدالي ديت، فقال لي دي الاول لازم الاستاذ عصام عبد الحميد يمضي عليها والاستاذ علي عبد الحميد يمضي عليها عشان تطلع للجنه فوق فتتسرك برقم عشان تتحط في الاجتماع. غير كده ما احنا عارفين انها جت لغايه لما يبداوا يقعدوا. في هذه الاثناء كله بيبقى مستني يسمع نبض الشارع. نبض الشارع مش هيدير الكره يا كابتن هاني، نبض الشارع. طب هو ليه يسمع من نبض الشارع؟ ده هو المفروض احنا اللي نسمع نبض اللجنه الخماسيه. دي كل المواقف اللي حصل، الفار ما حدش عايز يطلع يعبرنا ويرد علينا البروتوكول ازاي. قبل كده شكت الانديه الاغلب الاعم ان 14 نادي بعتوا ايميلز وبعتوا فاكس على قديمه خالص، وبعتوا مع مخصوص اللي هو الجواب بتسليم يد تو يد، ده مش هاند تو هاند، ومحدش رد عليهم في حاجه. اشياء الحقيقه لا يمكن ابدا ان احنا الا ان في يعني في افضل الاحوال نطالب بانه بقى ايه كفايه لغايه كده، وعلينا فعلا البدء الفوري. البدء الفوري، وخلي بالك الريتم سريع خلاص. انت كل الاتحادات الدوليه بتشتغل دلوقتي. الاتحاد الانجليزي نزل الدوري بتاع السنه الجايه، الاتحاد الالماني كذلك، الاتحاد الايطالي كذلك. أنا اخشى بس هي عمليه اخشى بس يا رب ما اسمعهاش ما اقولكش احنا مش المانيا، مع ان احنا المانيا. مصر هي المانيا في يعني افريقيا زي ما المانيا بس كورونا في العالم كله. ايه اللي فرق كورونا عن مصر بس يعني. لا، وفكره احنا مش دي لا تليق مع مصر الحقيقه. لا، مصر في افريقيا هي المانيا في اوروبا. الموضوع سهل جدا، كل الحكايه انك تجيب حد بيترجم، المساله سهله. عندك حد بيترجم، دي هتفكرني وهتدخلني في جزء تاني خالص. يمكن كنت عايز افتح معاك ملف ان احنا تاني، ان احنا لا مانع ان احنا نجيب ناس خبراء، ولا مانع ان احنا نجيب ناس تدينا بس السكه والتنظيم. يعني هي دي النقطه برضو هتكلم مع حضرتك فيها يمكن في اخر اللقاء. لكن من ضمن كمان لائحه الكاف النهارده حاجه مهمه جدا، الاف سي الرخصه للانديه المحترفه. طيب، ومحدده كمان ان قبل يوم 20 اكتوبر لازم على كل الدول، وحطت التوب 10 ومصر دلوقتي على التصنيف الرابع في التصنيف الافريقي، ان لازم الانديه الدوري قبل 20 يناير اكتوبر. التصنيف الجديد اعتقد احنا الثاني مش الرابع. الرابع اعتقد. المغرب 180 نقطه، احنا 147 نقطه، تونس الثالث اعتقد، الجزائر الاول اعتقد، الجزائر المغرب الاول 180 طيب نقطه. يعني هنشوف دي مع يقولوا لنا بالظبط. لكن الاهم من دوت انك عندك لغايه كمان لغايه 20 اكتوبر انك الانديه المصريه مطالبه انها تكون تحصل على رخصه الانديه المحترفه، والرخصه الانديه المحترفه في شروط كتيره جدا لازم تتوافر. عارف ايه اللي هيحصل بس عشان ما ضيعش وقت حضرتك؟ هياخد ورقه كده اسمها توفيق اوضاع، هيقول لك ان احنا ادينا للانديه توفيق اوضاع على اساس ان الملف بتاعه عندنا وكده، يعني بدات الشروط يا دوب ويدي لك حاجه كده. لكن هو عايز تقول لي ان هم من هنا ل 20 اكتوبر هيسالوا بقى في شركه ولا لا، من هنا ل 20 اكتوبر هيتاكدوا ان الميزانيات موجوده بمرتبات الاستاف واللعيبه، مش دي ده شروط. خلي بالك في شرط مهم جدا، ان النادي اللي متقدم عليه اي شكوى في الاتحاد الافريقي، حتى لو لعيب، يعني لو لعيب مقدم شكوى في نادي او اداري اي حد، ده مش هيطلع له رخصه. انا بقول لحضرتك اهو، هل هيحصل كل ده؟ يعني انت متخيل ولا اللي حصلت قبل كده؟ احنا البلد الوحيده في افريقيا اللي بقالنا حوالي 11 سنه بيعملوا لنا مؤجلات احتراما لاسم مصر الكاف،
بيعمل لنا مؤجلات حكايه دوري المحترفين الرسمي وبيدي لك ورقه فعلا للاتحادات كلها عشان ما ظلمهمش برضه. المفروض بقى ان هم كانوا جايين يغيروا الواقع ده، كانوا جايين فعلا يحطوا الشروط والانديه تطبق الشروط. ما ايه المانع ان احنا نطبق يعني؟ برضو انا دايما بشوف بص يا استاذ عصام انا هكلمك تطبق من هنا ل 20 اكتوبر. لا انا دايما بشوف الكلام ده اتقال السنه اللي فاتت واتقال السنه اللي قبليها واتقال السنه اللي قبليها. طب احنا ما بنشتغلش على ده ليه؟ الانديه ما تشتغل. خلي بالك النادي الاهلي لو قلت مش عايز تزعل حد، النادي الاهلي خلي بالك يا استاذ عصام، النادي الاهلي لو قال لك بكره النادي الاهلي جاهز، انا بتكلم عن النادي الاهلي لان انا عارف يمكن ان الكابتن حسن حمدي في 2013 من 2013 جاب لجنه او الانديه المحترفه في انجلترا وعملوا جاب الرومي هنا مصر وقال حضرنا معاسم النهار وكان الكابتن عادل القيعي بيديله الصحه موجود حضرنا معاهم سيمينار. فالنادي الاهلي جاهز، انا كان بتكلم على بقيه الانديه. توفيق الاوضاع هيفضل لغايه امتى وامتى هتبقى نادي محترف؟ كابتن ما انا بقول لحضرتك اهو، ما هو مش قادر ياخد قرار في حد يا كابتن. ايوه كابتن الانديه مش قادره ليه يا استاذ عصام؟ انا بقى يعني ده سؤال انا صعب نادي يعني النادي ليه مش قادر؟ كل بتوع الكوره في مصر ما تزعلش منك كابتن هاني عارفينه وبيسيبونا بقى بيقول لك دول الناس الجريئه وبتاع، والتانيين يزعلوا ويروحوا يشتكونا لاصدقائنا المشتركين. بعد كل ده احنا مش عاجبين حد؟ الحقيقه ده كلام مهين. ان بعد كل ده ايه وانت جاي عشان تقدم لي انك صاحب فضل؟ انت جاي اصلا انا اسف طبعا مش صاحب محمد فضل، صاحب فضل علينا يعني. وبالتالي المساله واضحه وصريحه، انت ما دورتش على ولا اشتراط. في نادي عنده ميزانيته بما فيها المرتبات كامله. انا مش عايز اقول كم نادي عنده يقدر ياخد الرخصه او عنده ممكن يكون لو قدم بكره ياخد الرخصه دي. انا المتاكد منه النادي الاهلي. انا قلت النادي الاهلي، ما انا بقول لك ادي اول هجوم. اشمعنى قلت النادي الاهلي يا سيدي؟ عشان دي الحاله، دي حقيقه يعني مش بس الحقيقه، عشان انا قاعد هنا في النادي الاهلي كمان اللي انت عندك ديكومنت عليها المعلومات يعني موثقه طبيعي. وبالتالي قول لي بقى هو من هنا للمده دي هيقدر يعمل كل الشروط؟ هيقدر يبقى عنده ظهير اقتصادي؟ ما هم بيقولوا علينا بالنظر اما نقول الكلام ده. يا عم ايه انتوا بتتكلموا في ايه؟ بنتكلم في ايه؟ ايه ده بقت عصب الشغلانه ان يبقى عندك ظهير اقتصادي بمشروع غير الكوره من رعاه بقى و لان لربما الكوره تقع فهتجيب منين فلوس الناس؟ هيبقى عندك كل ده محطوط؟ هتقدر تفصل ان المدرب اللي عندك ما عندوش وظيفه تانية ولا لا؟ هتقدر تفصل ان اللاعب طالب ولا مش طالب يا كابتن هاني؟ الا طبعا ينفع طالب بس اونلاين، ما ينفعش يقول انا الميس مدياني واجب يعني طبعا. انا اسف. هيقدر يخلص كل ده امتى؟ الامل بقى ان انت قلت جمله مفيده، هو احنا كل سنه يقول لنا كده؟ الامل ان ما نسمعهاش السنه الجايه، ده اللي بقى والقنبله بقى كمان لو جه الاتحاد الافريقي قال لك لا انا كمان مش موافق على فكره توفيق الاوضاع. توفيق الاوضاع هيمر السنه دي توفيق. طب ما هو لو مر ما احنا هنمشي كورونا. ما هي الكورونا لا هيمر على ان ياتي اتحاد منتخب. لا الحقيقه يعني هنتخانق معاه يعني ليه؟ ما انا بقول لك الامل الوحيد ان ما نسمعهاش تاني، بس لانه الوقت هم يركبوا مع كورونا واحنا جايين فتره مؤقته وما تودوناش بقى ورا الشمس ورا الظل والكلام الكبير ده اللي هو برده ما تعرفش قصدهم على ايه بالظبط. ده انديه وحضرتك الجاد فازر او الاب الشرعي بتاعك. يعني حضرتك بتتكلم اتحاد كوره منتخب يجي منتخب. ومن اول اولوياته ان يجبر الانديه. ليه بقى؟ لانه ده تبقى اولويات الحكومه، دي صناعه من الصناعات خلاص هي. هكذا تعامل من 2014 بس ما كانوش واخدين بالهم وعماله تزيد في نظر الحكومه فكره ان بس ما عدا اداره المحتوى الفني عشان ما حدش يقول لك لا يا حبيبي ما الحكومه الالمانيه عندها حصه في الاقتصاد الالماني اسمها صناعه الكره وهكذا الفرنسيه وهكذا اليونانيه وهكذا يعني وكاننا احنا عاملين فيها يعني علامه. لا عادي جدا. عايز اقول معلومه ويمكن اول مره اقولها، انت تعرف عشان انا وانا بلعب كره في المانيا اعتبروني عامل عامل طبعًا. ليه طبعًا. بقى انا جالي رباط صليبي وتعالجت منه و نسبة الشفاء ما كانتش 100%، فلقيت جواب جايلي من حاجة اسمها مش رابطة المحترفين، لا منظمة العمل. منظمة العمل اللي هي مكتب العمل، مكتب العمل تابع لوزارة التضامن على فكرة في كل العالم. بالظبط جالي جواب قال نتيجة ان الفايل بتاعك انت موجود واصبت بإصابة لازم تروح تكشف عند دكتور معين اداني اسم الدكتور اللي هو في الورق اللي انت واخده. تروح تكشف عنده وهو هيعمل لنا ريبورت. انا كل ده ما كنتش فاهم ليه، فكلمت الايجنت بتاعي
تأمينك الصحي. فكلمت الإيجنت بتاعي قال لي ده تأمين صحي. قلت له تأمين صحي؟ قال لي في اتنين تأمين صحي. انت دلوقتي مدرك انك عامل في من العمال اللي بيشتغلوا في ألمانيا. زي مثلا لو عامل في المصنع ايديه اتقطعت في اي حاجه. فانت عارف كمان ايه؟ ان هو رحت للدكتور والدكتور ده عمل ريبورت وقال لك نسبه الاصابه او نسبه العجز من 20-30%، ودي هتعوقه في فترات من حياته بعد ما يخلص كره القدم، انه ممكن تاثر عليه في فترات من حياته، وبالتالي يحق له معاش كذا كذا لسن 60 سنة. والمعاش ده بيتحدد على حسب الإصابة 20-30، يبقى مبلغ معين 30% يبقى مبلغ. فده تحت شعار ان كمان زي ما انت بتتكلم، هل في نادي في مصر بيأمن على لعيبته المعارين وكذا؟ مش دي فلوس يجيبها منين لو جرى له حاجة وهو مسافر البلد اللي وعير فيها؟ مش الا النادي الاهلي اللي عامل ده، ولسه انت بتتكلم انه ده وكأنه اختراع. انا بتكلم علشان مش لان انا بشوف احنا بكل امانه احنا لسه بعيد، يعني احنا لسه بعيد وعندنا بعيد ليه؟ يعني ما هو ده بقى اللي بيضايقني. احنا بعيد ان احنا عايزين نبقى بعيد. ما هو السؤال دايما بيجي في بالي، احنا عارفين والناس عارفه وقدامنا الطريق، ولو ما لو مش عارفين نجيب ناس. يعني على سبيل المثال هم ممكن يبقوا مش عارفين الحقيقه. احنا عارفين. مين اللي مش عارفين؟ اللي بيديروا. لا لكن طبعًا. احنا عارفين لا الحقيقة. الموضوع مش يعني اصل الموضوع مش صعب. الموضوع مش انا بقول لك واضح، يعني هم اللي مش عارفين يعني ظالمنا. قصدي احنا عارفين، انا عن نفسي انا عارف يدوني مكانهم 10 ايام اهو. 10 ايام بالظبط، 10 ايام بالظبط للمره الاخيره، 10 ايام بالظبط. لانه عيب لما يروحوا ملاعب وحاجزين تذاكر مانشستر ومش عارف مين ونشوفهم في الملاعب هم واسرهم وكذا، هم يجوا هنا يرضوا عن المشاهد اللي بتبقى هنا دي؟ لا، ويحكوا لنا ان كل واحد لقى كرسيه وان اللعيبه هناك ما حدش بيفتح بقه، فانت بقى قاعد بصص له كده يا وحضرتك كنت هناك وما عرفناش نقابل محمد صلاح الا لما قال للايجنت انا في ضيوف من مصر ناس الاتحاد واصدقائي وما عرفناش مش عارفين نقول له طب ما تيجي معانا بصلاح، يقول انا لازم اروح الساعه 9 انتوا بتعيشوا ده متفرجين ومعجبين وكل واحد فيكم حافظ شويه الحاجات وتيجوا تضنوا بيها على البلد دي ليه لحساب مين؟ فكره العلاقات، انا بقولها لك بصراحه، فكره العلاقات وانه ما تجيش منك انت هاني، تيجي منك انت هاني بقى انا راجل ماشي معيش رخص بقى لي كل ده، هي دي يعني اللي هتقف عندك انت هاني؟ شخصنت الامور يا استاذ عصام، شخصنت الامور السنه دي هاني، ما انت مش عارف الظروف فيها يا هاني، وفي كورونا هاني، ونقعد نلاقي تخريجه، نجيب عم فوزي، نجيب اي حد يلاقي لنا تخريج. كيف جرى العرف؟ اذا لم نعترف بده يا كابتن هاني هيفضل المواقف اللي بياخدها النادي الاهلي، وانا بقولها بكل جراه، يعني انا مش مشجع مهووس، يعني انا بكلمك كلام حقيقي، بس هو على حظهم النموذج هو النادي الاهلي، هيفضل في بعض الحاجات منغص على التانيين، لان هو مش كده. انت قلتها على مسؤوليتك انه النادي الاهلي يمتلك الان ما يمكنه من تقديم ورقه للاتحاد الافريقي، مش للجنه اللي بتدير الاتحاد بس. طيب وبعدين؟ ما هي الفكرة هي وبعدين، يعني احنا بنتكلم كمان، ما هو لازم، ما هو احنا دايما لما بنفتح يعني ملف ومع حضرتك بالذات احنا بنحط حلول، يعني احنا بنقول المشكلة عندنا مشكلة في 1-2-3 هو الحل، وبنعرض الحلول. وانا مش دايما ما بحبش اقول انا، لكن انا عشان عشت الكلام ده بره وعندي تجارب وشفت الكلام ده، انا اول ما رجعت من المانيا نفسي الكلام ده كنت كل ده اخده ويبدا يتحقق خلال السنين ديت في مصر. هو يعني الحل اللي بداته الدوله المصريه لما الحكومه طلبت، انا بقولها لك اهو، من السيد فيفا اللي كانوا بيراقبوك لو جيت تساله، احنا نفسنا يبقى عندنا اتحاد زي كل العالم، مش انتوا معتمدين ده وانتوا الفيفا بتاعه خلاص. فراحوا جايبين لجنه وقالوا للناس اللي اخفقت مع السلامه، والحقيقه الناس برضو كمسؤولين غادروا بسلام. تمام صحيح. تمام، جيت انت بقى معاك حاجات تنفذها وجاي كمحترف، يعني تقبض تعاقد على تنفيذ الشروط اللي احنا يعني عاوزينها، يعني في اجنده قدامك تنفذها بالظبط، انت ما نفذتهاش، يبقى على طول بقى انا وحضرتك والكل نقول خلاص فات كتير، ما بقاش الا شهرين ونص التالت، نستطلع هلال بقى الاتحاد اللي جاي، لانه ده هيبقى عنده مده كافيه بطريقه او باخرى تتسوى، عشان كمان الجرح الكروي ده يتقفل على نظافه. مش هينفع تاني فكره تعدي ورقه،
مش هينفع تاني يعني مجلس الاداره بيتكتب بالايد يا كابتن هاني، مش هينفع حاجات كتير قوي. هنسلط عليها الضوء اوعدك، احنا كاعلام ده دورنا، وهنرفع للحكومه عشان تطالب بقى بنسخه مشابهه لكل الاتحادات اللي انتوا بتيجوا تلعبوها. مش كل حاجه ابقى انا فيها حاسس كده بان انا لسه شويه. ليه لسه شويه؟ البلد دي مش ناقصها حاجه عشان تبقى لسه شويه، ده البلد دي تنفع وشويه. اه بس يعني احنا عندها عايزين وشوية. نبدا من بدء، ما احنا دايما متاخرين. انا بتكلم يعني كل ما احنا دايما متاخرين. ما وعدكش مع اللجنه الحاليه، ما وعدكش يعني، مع احترامي طبعا للجنه الموجوده. انا ماليش دعوه بالاشخاص خالص، انا بتكلم عامه طبعا مع كل الاحترام ليهم، وكان كل طموحنا ليهم وكاشخاص على عيني وراسي. يا سلام، وكلهم في مجالاتهم ما شاء الله الا الكوره دي يا اخي. اه ما هو احنا عايزين ان شاء الله حد يكون، ما بنطلبش المستحيل لكن بنطلب ما هو طبيعي وما هو واقعي في كرة القدم على المستوى العالمي. مش هقول لك بقى بلاش ألمانيا وإنجلترا، حتى على المستوى الدول العربية اللي حوالينا ممكن يكون في تنظيم أفضل شوية، ممكن يكون الدوري بشكله أفضل شوية. يعني كل اللعبة مثلا بتطلع تلعب في السعودية أو الإمارات يقول لي كابتن نفسنا برضو، كابتن آخر ناس يعني بتتكلم احنا عايزين في أي حاجة، عايزين صعبان علينا إن الكلام ده يتقال كمان. آخر ناس بتاخد قرار في أي أحداث كروية هي مسؤول اللجنة. انت النهاردة ولغاية بكرة مش هتسمع حاجة عن اللي في ايدك ده، صدقني مش هتسمع حاجة. ولو سمعت حاجة واحنا ان شاء الله موجودين في اي وقت مع بعضينا هوا او بره كاصدقاء، ها ما وعدكش انك هتلاقي تنسيق يساوي التحول نحو حالة احترافية. حالة احترافية بدون استنى علينا السنة الجاية دي، ادينا سنة كمان. وهي كورونا هتسعفهم الحقيقه، الكاف الكاف السنه دي بالذات. لا في فكره ايه؟ فكره انك تبقى نادي احترافي بكورونا، يعني الموضوع في اجراءات في ورقيه الحته دي يقول لك العطله وبتاع هيتاخد بيها السنه دي، فعساها تكون اخر شهور لهذه المعاناه، وبالتالي نقدر نبدا من اول وجديد. هنبدا ان شاء الله من اول وجديد، وكمان دور الانديه كمان رؤساء الانديه ومجالس الاداره لازم تكون في مقدمة الأجندة، إن هو لازم يحول ناديه ويبقى مؤسسة ويبقى لا يبقى اف سي بمعنى صح، اف سي فوتبول كلوب، ليه ميزانية خاصة، ليه اسم كمان، اسم الاستاد مش لازم يكون الاستاد بتاعه لكن ممكن يكون اسم مأجر ملعب باسمه، ميزانية واضحة جدا بيبقى فيها جمعية عمومية بتناقش كل دوت، أمور أعتقد أنا شايف أنه سهل يتعمل، مش صعب أنه يتعمل. يعني ما التحول ده عايز برقة وناس تعمل لأنديتها، لأنه هينتج عنه أن أنت هيبقى في مخصصات للي بيدير، لأنه بيدير حاجة احترافية، وشكل الشركات يعني ناس شغالة بفلوس وكذا. طب ما الباقيين هيتضايقوا لو راحوا عملوا كده، لأن مش هيبقى ليهم قبض على الأندية. طب يعني انا قبض على الانديه ديت بالنسبه لي اهم من ان انا يكون عندي نادي محترف والدوري بتاعي كمان، خلي بالك ده بينعكس على الدوري بتاعك. لا ده بقى توجه الاسئله دي للي بيدير بقى الحقيقه. انت بتتكلم على دوري قوي، دوري محترفين بجد. ما انا بقول لحضرتك وجه ده للي بيدير وللجهات اللي بتراقب اللي بيدير. يعني اللي بيدير من ناحيه يا كابتن يا بيك يا استاذ حسب تصنيفهم، قول لهم انتوا ليه مش عاملين لنا ده؟ هتلاقي الإجابات اللي أنا قلت لك واللي احنا بقينا مدربين عليها. انقل بقى على من يراقبهم، يعني هم ليه ما بيعملوش كده؟ ما هو كمان الواحد بقى ما بيفكر، ما ده مرتبط كمان، طب فين رابطة الأندية المحترفة؟ ما هو أنت بتتكلم بكل أمان ومحدش يزعل مني، لو أنا بناقش الكلام ده في بلاش وقت تاني ألمانيا، في أي دولة أوروبية بتناقش لسه هو ما عندكوش رابطة أندية، هو الأندية بتاعتكم لسه مش أندية محترفة، هو يعني الموضوع يعني بنتكلم فيه واحنا على بعد كبير جدا من الناس اشتغلت فيه. وجود رابطة الأندية المحترفة ده شيء مهم جدا جدا، لازم يكون موجود في اتحاد الكورة، لازم ده اتحاد الكورة ده الرابطة هي اللي بتدير المسابقة بشكلها زي أي دولة في أوروبا، فدي كمان أولوية وأجندة موجودة في الاتحاد اللي جاي لازم يناقشها ولازم يبني عليها. ما أنا الحقيقة أنا مش لاقي إجابة، يعني أصل الإجابة مش عندنا. هي نفس يعني هنقدر نلف حوالين نفس المنطقه اللي هي فكره معاك حاجه تترجمها وتخليها عربي هيقول لك لا نحن نرى نحن نجتمع نحن نناقش نحن نقترح. في حاجات ما فيهاش دي، فيها خلاص اللي عمله اللي قبلك تعمل زيه بالظبط،
ده الناس واقفه طابور يعني. كل الاتحادات الاهليه شبه بعض في كل العالم فيما هو نسخ احترافيه حقيقيه للدوريات. يا اما نبقى اتحاد هو وخلصنا المساله سهله. فلابد فعلا انه ان القناه وبرنامج البيت الكبير يتوجه يعني ابعتوا مراسلين او حضرتك روح اعمل حوار مع اللجنه ان شاء الله وحضرتك تكون موجود. ممكن جدا نجيب الرؤساء. ليه رؤساء؟ رئيس نادي بيجي يتكلم من وجهه نظره، ممكن يكون عنده هو وجهه نظر ان عنده مشاكل معينه، نبدا نتناقش في المشاكل ديت. طب ازاي ما فيش ميزانيه واضحه للنادي؟ هو ملهاش دعوه برئيس النادي. هي اتهاني القانون يفرض ماشي من تمام. قلت لحضرتك ما حدش بياخد راي حد في القانون. اذا عايز تعيش مواطن في البلد دي لازم تحترم قانونها. اذا عايز تلعب دوري محترفين تحترم قوانين الاحتراف. مين بقى اللي بيحط قوانين الاحتراف؟ اتحاد الكوره بقى. هتناقشوا اسئله. انا معاك يا استاذ عصام، بس خلينا انا بتكلم بكل امانه برضو. اللجنه الخماسيه جت برضو في وقت صعب. اللجنه انا من وجهه نظري انا اتكلم على وجهه نظري مثلا أجازة. لا طب خلينا اكمل وجهه نظري. ان في حاجات، لا في حاجات بتتعمل يعني. وجود الفار بمشاكل الفار يعني. طب عمرك سمعت عن فار بمشاكله دي غير هنا؟ ما هو انت لا ما فيش، بس انت بتتكلم على خطوه ايجابيه بتحصل. في بعض تمام. في بعض الـ 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 يعني الحاجات صغيره فيها ممكن تتصلح. برضو تطوير الاتحاد الكوره يعني. خلينا نتكلم دايما في في سلبيات لكن كمان في ايجابيات يعني. خلينا دايما نبرز برضو الايجابيات. في تطوير لمبنى الاتحاد النهارده بيعملوا شكل كويس. تكريم اللعيبه اللي عدوا 100 مباراه هيعملوا تكريم لمحمد صلاح البصمه يعني. انا بتكلم لا في حاجات معينه. في سلبيات وبنتكلم عليها وبننتقد، لكن الناحيه الثانيه كمان في شكل ايجابي. وكل دوت يعني كل اللي بنتكلم ده فيه لازم الناس تعرف لمصلحه الكوره. ده دورنا بتاع هنا بتاع البيت الكبير. عايزين يعني نفتح ملفات الناس ما بتتكلمش عليها يعني. نوصف الحاجات يا كابتن هاني بايجابيات وسلبيات يعني. هو العمل مثلا 10 اسئله، فانت لما تصلحهم لي لو جاوبت 3 اخد 3 من 10، لو جاوبت 7 اخد 7 من 10. هو العمل كان كتله واحده. ما انا عارف انه جابوا الفار وشطار وحاجات كده. فين بقى الحكايه؟ فين ما جئت من اجله؟ فين لما كل ده بقى سلبيات؟ ايه فايده الفار؟ ايه فايده ان انت تخليني اتعلم جبهه بكشيش يعني؟ بص تقول ان انا كده عصام. هو لا، هو طبعا احنا دورنا يعني خاصه هنا في البيت الكبير، احنا في ملفات كتيره بنفتحها، وعلينا ان احنا نقول في اخطاء وفي سلبيات طبعاً. وعلينا ان احنا كمان نطرح بعض الحلول اللي من وجهه نظرنا ان احنا بنقول في حلول. ممكن يكون في وجهات نظر مختلفه برضو تتناقش بكل احترام. ف جدا يعني الموضوع مش موضوع ان احنا ننتقد بس. لكن احنا بنتكلم في ناس. انا بقول رايي يعني. ده رايي يعني كمواطن ليا رايي ان انا نفسي اشوف نسخه. انا انتقده ليه؟ اصل احنا مش في حاجه فيها نقد، لانه بالفعل الناس جت وقبلت بمهمه. انا قصدي يسلمني الشغل بس. ما بس انا مش بنتقد. انت ناقد كبير يا استاذ. لا والله ده ما انتقاد. وليه لا ما يكونش انتقاد عشان نوصل لحل؟ لو كان والعياذ بالله عن شخص عن افعال خاصه عمرنا ما بنيجي جنب ده. لا انت تنقد في الشغل انت مش شايفه وتقول في حل. انا راجل شغلتي ابقى موجود علشان يبقى عندي تقدير موقف ما اعلمه، وحق الناس انها تعرفه مني كجزء من الاعلام انه لدينا جديد كان لانشاء احتراف بروابط بكذا بكذا. ده بنحاول نعمله مع حضرتك النهارده فعلا نوصل الصوره دي للناس يعني. لم يتحقق بس. فانا لا بنقد وبقول ده سلبي ولا هكون احنا سعيد ان يبقى سلبي. بالظبط. احنا وانت اول واحد نفسك ان الكلام ده يتحقق، وان شاء الله يتحقق باذن الله في الفترات اللي جايه. نخش على الكوره شويه ومباراه الاهلي والوداد. طبعا مباراه يعني بنتكلم عليها من بدري شويه لانها مباراه مهمه جدا. في بعض الناس بتقول ان ممكن جدا المباراه دي تتاجل نتيجه ان يمكن الحالات في المغرب بدات تزيد شويه موضوع كورونا. فلو انت في رايك الاول ممكن فعلا الموضوع يتاجل شويه او الامور تبقى داخله في موضوع تاكيد؟ بالمعلومات العاديه حتى الان الكاف لم يصدر اي بيانات عن التاجيل، ورفض النظر اصلا في مخاطبه من الوداد. الاتحاد المغربي او الوداد بعد كده فعلا بيقول عندي كذا وكذا وكذا. لم ينظر لانه الوقت لسه على الماتشات. ويفترض ان البروتوكول على ما اعتقد 14 يوم وعزل، لكن التاجيل من عدمه اعتقد انه
هيتراجع ملف الطبي من الجهة المسؤولة للاتحاد المغربي، مش بس النادي. الاتحاد المغربي لازم يعتمد الـ الإصابات بناء على التقرير الطبي بتاع نادي الوداد، لجنته الطبية، ثم تقدم، لأنه الكاف داخل في مرحلة ما عندوش وقت. طبعا. وبالتالي هيستخدم كل ما هو شرعي، اللي هو فكرة عندك كورونا، كم لعيب تلعب كم لعيب ما تلعبش، عدد اللعيبة موجودة ولا مش موجودة، قيمتك كذا يبقى ماذا، وهكذا. ده اللي أنا بقولك نفسنا بقى نشوفه هنا. وبالتالي كل حد هيتحط قدام يعني ما يمكن أن يكون التزاماته أو مهماته. حتى الآن لا جديد، لغاية دلوقتي ما فيش جديد. وده في وجهة نظري هتكون مفيد للنادي الأهلي أن يكون في تأجيل، ولا من ناحية الفنية أن ناس بتشوفها أن ممكن تأجيل عشان يعني الريتم التصاعدي للنادي الأهلي يبقى أكتر شوية، رجوع إصابات عامل مهم جدا. التأجيل للجانبين يعني بحسب فهمي في الكرة، يعني من جانب فريق تعافى لعيبة ولعيبة مصابة ترجع في كل الأحوال يعني، ولعيبة مصابة ترجع، والنادي الأهلي مزيد من التثبيت والأفكار اللي فايلر بدأ بها الدور الثاني يعني، أو استئناف المسابقة يعني. بالظبط. وعودة برضو بعض النجوم الغائبين على خلفية إصابات، ربنا يعني يعافيهم إن شاء الله. بالظبط. فهيبقى مفيد لكلا الجانبين يعني. بس هو طبعا اللي أنا عارفه إن حتى لو في رومز أو إشاعات، أنا متهيألي دايما الجهاز الفني وإدارة النادي الأهلي خلاص قدامنا مباراة يوم كذا شغال عليها يعني، مفيش حتى اللي هو إيه، أصل كمان خلي بالك ممكن اللعيبة يوصل لها أصل الماتش هيتأجل، طب مش هيتأجل، يبدأ شوية إن هو يفكر لا الماتش هيتأجل. فالجدية في التعامل، وإن خلاص قدامنا مباراة متحدد ميعادها، دي مباراة مش سهلة، مباراة صعبة جدا على المستوى الفني، مباراة مش سهلة طبعا، مباراة الوداد هناك في المغرب، إن يكون في نوع من أنواع لا ما كده كده هتتأجل. ف اعتقد الجهاز الفني والجهاز الاداري في النادي الاهلي الاجابات عمرها ما تبقى كده. اول حاجه اقول لهم عندنا ماتش يعني، حتى مش هيقول جالنا ولا ما جالناش يعني، اعتقد حتى تساؤلات اللاعبين وهي مشروعه هتلاقي ما شاء الله يعني الكل مدرب يعني، السيد وفريقه الاداري والراجل طبعا، قال لهم احنا عندنا ماتش، اتكلموا في ايه؟ نحن لا نعرف شيء الا ان احنا عندنا ماتش. طب يعني ايه رايك في بدج؟ لا طبعا انا رايي فيه من الاول ثابت يعني، من الاول يعني، من انت الأول ما كانش الاسابيع الاولى عندك شك خالص، كان عندي بس يقين انه لو لعب على طول الحقيقه يعني. ما كان يعني ناس اخذت فرص، وكان يجب ان احنا ما نضغطش عليها كده في فرص متواليه دون انتاج، رغم ثقتنا فيهم يعني كنجوم الراجل يعني، وهو وقد كان يعني، ده كانت حكاوينا ك يعني نزعوا من احنا حوالين الكوره. لا انت راجل فاهم كوره، بس في قاعده تانية او في راي تاني، وكان من خلال ادائه في اول مباراتين ثلاثه، لا في ناس قالت لا مش ده صفقه النادي الاهلي بيدور عليها، مش ده راس الحربه النادي الاهلي. اول مباراتين ثلاثه دول كانوا امتى؟ بعد ما جيب قد ايه؟ انت بتتكلم عن عمليه تاقلم. ما انا لا انا ما جيبش لعيب حاسس بنفسه وقعده اسبوع ولا اسبوع، الا اذا كان جاي يعني من نومه طويله يعني، لكن جايب شنطته من اوضه ملابس في فريق وفي اوروبا جاهز انه بدنيا وفنيا يلعب، يتاقلم بقى في الملعب، يشقلب في الملعب وحاجات كده يعني. ده وجهه نظر انا، ما اعرفش طبعا المحترفين الاصليين بيبقى رايهم ازاي كمدربين واصحاب خبرات، لكن كل التجارب كانت كده، اللي هي لعيب يجي لازم يلعب بكره الصبح، هو نفسه مش هيتلعثم، لانه انت ايش دراك انه انت بتقول له اقلمه، ما يمكن يفكر ان هو اقل من الموجودين، ما يمكن مثلا يبقى اسمه اني رمزي وقت ما كنت في عنفوانك، يقول لك الله الله وانا جاي اقعد براحتهم بقى، فيحصل عنده حاله ايه وعاد، يبقى بيلعب بقى بدل ما يعوزوا يلعبوني يلعبوني، ما انا راجل قانع بامكانياتي وعقدي واخده، مش فكره انه يتحول سلبي. انا بتصور لو انا نجم هعمل ايه؟ خلاص بقى براحتهم خليهم يعني خليهم، لكن طبعا لكن شفت التطور، احنا جايبينك يعني عشان الامل عليك، احنا جايبينك عشان بكره عندنا ماتش مهم، كويس ان انت جيت ساعه كام، كلت اتغديت، اوب هيلعب بكره، هيبان انه لسه في شربت وكذا، طبيعي ده بياخد وقت شويه، اي حد جاي من دوري تاني وداخل طبعا يعني احنا شايفين في تطور في اداء، ما عدا اذا كان يحتاج لاعداد بقى وحاجات، ده مش شغلنا حاجه بدنيه، لا لكن اعتقد احنا بدا شغل ده صحيح طبعا الحاله البدنيه
اعتقد انه في تحسن كبير من الناحيه الفنيه والانسجام ما بين اللاعبين ظهر بشكل كبير جدا. كان جاي والراجل كان محتاج معاه وقت بدن يعني اكثر منه. لا اعتقد ان عقليه زي فايلر هيفكر في حكايه الانسجام دي، لان دي ساعات بتضيع نجوم. يعني مفيش حاجه اسمها انسجام في اللعيبه كلاس ايه يا كابتن هاني. ده حقيقي طبعا. بشكرك يا استاذ عصام بجد، حوارنا ما انتهاش لكن وقتنا انتهى، وان شاء الله في ملفات، والملف اللي بنتكلم عليه لازم هنتكلم عليه تاني، واوعدك ان شاء الله يكون في حد كمان. انا املي بس انه الحلقه تبقى يعني وسيله لان ناكد لهم ان احنا اصحاب على فكره، لكن ده ملوش دعوه بان طموحنا فيكم كان اكتر من كده بكتير، وان احنا برضو منتظرين ولو ان الوقت بنحترم الناس كلها طبعا يعني. لانه برضو فكره ان حد يفكر ان انت جاي وعايز تنتقد خالص. انا بالعكس، ده انا مشروعي كان معاكم كبير قوي، ان انتوا هتحولونا، لان انا عارف ان انتوا قادرين على كده. ما بتعملوش ليه؟ هي ده علامه الاستقامه. ان شاء الله ربنا يقدرهم ويعملوا باذن الله. ودايما حوارات مع حضرتك بتبقى حوارات ثريه جدا، وان شاء الله يكون كمان الساده المشاهدين استفادوا، وان شاء الله على لقاء قريب ان شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. قصه الفقره الاولى، لكن ان شاء الله منتظرين كمان بعد الفاصل ابطال النادي الاهلي في كره اليد مواليد 2000 ومع سهام، نستقبلهم ونفرح بيهم، وكمان نسلط الضوء على ولادنا المتفوقين في كل المجالات مش كره القدم بس، بعد الفاصل. في الفقرة الحوارية دي معانا اتنين من الأبطال الجداد، أبطال من نوع مختلف، من نوع جديد. النهاردة معانا اتنين من أبناء النادي الأهلي، من نجوم فريق شباب الأهلي لكرة اليد مواليد 2002. معانا مهاب محمد سعيد، برحب بيك يا مهاب. ومعانا عمر شريف عبد العزيز، أهلا بيك يا عمر، ومشرفنا وألف ألف مبروك ومشرفنا في البيت الكبير. نورتونا كابيتانو. كابيتانو اهلا بيك. اخبارك؟ منورنا طبعا، منورنا في البيت الكبير. بوزيشن برضو بتاعك عايزين نعرف يعني برضو. باك رايت. طب حلو، منورنا معاك. اهلا بيكم في البيت الكبير، واحنا سعداء بيكم جدا اولا. ويمكن قبل ما بتخشوا يعني كنت بنتكلم ان من عادات النادي الاهلي انه بس الاهتمام مش بس الفريق الاول وكره القدم، ولا احنا بنهتم ولازم نحط الضوء على الابطال الصاعدين ان شاء الله خلال سنين قليله، ان شاء الله تكونوا موجودين على مستوى منتخب مصر وكمان فريق النادي الاهلي الاول. خلينا نبدا مع الكابيتانو، مبروك طبعا، وعايزين نعرف تعرف الساده المشاهدين ايه هو كاس المرتبط، وهل هو ده الدوري؟ يعني اشرح لنا ديت سريعا، ده كاس ولا دوري؟ ده مختلف عن كاس مصر ولا ده كاس مصر؟ لا ده الدوري المصري. الكاس احنا اتغلبنا وخرجنا بس، فاحنا من ساعه لما حصل يعني واتغلبنا فقررنا ان الدوري مش طالع من الجزيره، فهي دي بطوله الدوري، وهو بيسمى دوري مرتبط علشان احنا فريق مرتبط، يعني احنا تحت الدرجة الأولى، تحت يعني الدرجة في فريق 2000 وإحنا اللي وراهم على طول، فإحنا اللي ممكن ندعم صفوف الدرجة الأولى. طيب عمر، أنت عمر يعني حققته إنجاز كبير جدا وحققته إنجازات وفزته على الزمالك، بس أنا عايزة أعرف أكيد الفوز ده فارق، وأكيد قبل البطولة دي تحديدا وقبل الكاس ده كنت بتفكر بطريقة، والسؤال لك كمان يا مهاب، ودلوقتي بقى التفكير مختلف جدا خاصة بعد الفوز. قول لي بقيت بتفكر بعد ما فزت بالكاس وبقى معاكم إزاي؟ إيه اللي اختلف؟ أنا بفكر إن اللي إحنا فرقتنا يعني محدش ممكن يقف قصادنا بعد كده. وإحنا الموضوع كمان إن دي مش أول مرة نحقق بطولة الدوري. إحنا السنة اللي فاتت بس هي اللي راحت مننا، السنتين اللي قبليهم كانوا مع كابتن سمير الجزار حققنا بطولتين الدوري على التوالي، وكانوا البطولتين في ملعب نادي الزمالك، كانوا أصعب بكتير إنك تاخدي البطولة كمان في ملعب الغريم التقليدي هو نادي الزمالك. وبس فإحنا متعودين، وإحنا دايما بنفكر في البطولة اللي بعديها، ونفكر البطولات دي مش هتخرج من النادي الأهلي
علشان احنا متعودين اللي احنا بناخدها على طول، فالموضوع بالنسبه لنا مش جديد. اخدت بالك من الجمله الاولانيه اللي قالها؟ انا هاخد من كلامه وهسال بيه مهاب. ان احنا ما حدش هيقدر يقف في وشنا بعد كده. ده طبيعي. لا اللي لفت نظري جمله قبلها كمان مهاب. اي مهاب ان دور ده كابيتانو، وقال جمله مفيده جدا. اول ما خسرته كاس مصر قلته بطوله الدوري مش هتخرج من الجزيره بعد ماتش خساره على طول. يعني على طول اشرح لي وده عايزين كمان نكلم الناس، مش لعيبه كره القدم بس هم اللي عندهم الروح ديت، لا بالعكس، انا بحس كمان اللعبات المختلفه عندهم نفس الروح وعندهم نفس الشخصيه بتاعت الكابيتانو. اشرح لي برضه يا مهاب ازاي اتصرفتوا بعد ما خسرتوا كاس مصر، ازاي النقله ديت انه صممتوا ان انتوا ترجعوا تاني وتاخدوا الدوري. هو الموسم كله كان هو لينا في الموسم بطولتين بس، كاس مصر والدوري. فاحنا خرجنا من كاس مصر فما بقاش قدامنا هدف غير الدوري. فبعد الماتش اللي خسرناه دوت بعديه على طول وقفنا مع بعض بعد الماتش. أيوة. بعد الماتش على طول قلتوا ايه بقى؟ اتكلمنا. كنتوا بتتكلموا في ايه يعني بعد ما اتكلمنا ان الموضوع ده خلاص، يعني الماتش ده خلاص البطوله راحت. ما فيش حاجه، مش هنفضل متضايقين، ده مش هيفيد بحاجه خالص. اللي هيفيد اللي احنا الدوري يرجع تاني مكانه بس. فاحنا وقفنا الوقفه دي مع بعضينا. ده الكلام ده كنت بتنصحهم يا عمر؟ طبعا، وفي ناس تانية في الفرقه بتتكلم. والموضوع ده كان قبل الكورونا. ولما فضلنا قاعدين في البيت بسبب الكورونا، وكان في كمان ثالثه ثانوي، في ناس عندنا في الفرقه كتير ثالثه ثانوي، والكلام ده كنا بنتكلم الكلام ده مع بعض مثلا على الواتساب. منسيتوش يعني؟ منسيتوش كمان يعني الموضوع حتى بعد كورونا والدراسه؟ لا اتكلم على الرساله، ان بيبقى حاطين حاجه في دماغهم ممكن جدا الناس تقول لك خلاص ونسوا البطوله والتدريبات. لا فكمان انكم بتفكروا بعض خلال فترات التوقف ديت، ان لا يا رجاله احنا عندنا حاجه مهمه، ما تنسوش ان احنا خسرنا كاس، لا لازم ناخد الدوري. الكلام ده كان موجود وبتحفزوا بعض بمعنى اصح؟ طبعا يا كابتن، انا حضرتك ممكن تكون اكتر واحد عارف الكلام ده لانك حضرتك عشرته. ده حقيقي. احنا ممكن لما نتغلب ماتش نستناه لغايه الموسم اللي بعديه. يعني احنا فرقه مثلا ما لعبناش غير مره، نستناه الموسم اللي بعديه. يعني مستحلفين. الماتش ده لحد دلوقتي مستنيين. لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي احنا مستنيين الموسم الجديد يبدا عشان الماتش. فعلا مع انكم حققتوا انجاز يعني. لا بس ان شاء الله وقع مننا اللي هو ماتش البنك الاهلي. ماتش الشمس. فمستنيين الماتش. مستنيين بقى ماتش البنك الاهلي السنه الجايه. ماتش البنك وتاني ايه الماتشات اللي انتوا؟ هم دول بس. البنك الاهلي والشمس. دوت الماتشين اللي انا استنيهم. كان الفرق كبير في السكور ولا؟ لا الموضوع مش فرق كبير، الموضوع ان هو يعني هي حاجه حصلت اصلا ما حدش متوقعها. بس ما فيش مستحيل في الكوره زي ما حضرتك عارف، في كره اليد او في الكوره عامه، في ما فيش مستحيل. فهو ما كانش حد متوقع، حتى اللعيبه عندنا ما كانتش متوقعه. ممكن نزلت مسترخيه شويه في الماتش، كان في عدم توفيق. بس الموضوع ماتش الشمس دوت يا حضرتك انا مش فاهم حضرتك يعني. اخر خمس ثواني احنا يعني اخر خمس ثواني والفرق واحد للشمس خمس ثواني والكوره معانا، احنا مقتنعين ان احنا هنكسب، مقتنعين ان احنا نلعب اكسترا تايم وهنكسب. ما هو ساعات الثقه الزياده ديت ساعات بتاخدك لسكه. هو ده اللي وقعنا، ممكن هو ده اللي حصل. بس احنا مستنيين يعني. النسخه دي، نسخه البطوله الموسم ده، اكيد من اصعب النسخ اللي مرت عليكم. يعني انتوا كان في كورونا، توقفتوا طبعا عن النشاط فتره طويله جدا، ما كنتوش حتى بتتقابلوا اكيد. كان يعني احكوا لي بقى الكواليس لحد ما وصلتوا للبطوله دي وحققتوا الانجاز ده يا مهاب. هو كان في يعني كان في ناس، اغلبيه نص الفرقه كانت ثالثه ثانوي او كل الفرقه تقريبا كانت ثالثه ثانوي. فلما وقفوا كان الاغلبيه ما كانتش بتمرن. انت بتدرس ايه دلوقتي؟ انا لسه داخل ثالثه ثانوي. عشان لسه داخل ثالثه ثانوي ما شاء الله. ثانويه عامه. ان شاء الله. فهم يعني كان عمر شريف وكان كل 2000 مواليد 2002 هم اللي كانوا ثالثه ثانوي. فما يعني حته التمرين ديت ما كانوش مركزين فيها قوي بقى فتره الاجازه، ما كانوش بيتمرنوا حتى في البيت او كده. فكان ده يعني كان في دروب لما رجعنا، بس هم يعني كان على قد المسؤوليه ان هم يرجعوا في اقرب وقت يعني. كان مهم جدا يا مهاب ان انت كمان ترجع في اقرب فرصه. طبيعي انا عارف كره اليد كمان مختلفه شويه، الريتم سريع جدا جدا عن حتى كره القدم. انا لعبت كوره وعارف الريتم الارتداد السريع من الهجوم والدفاع بثواني يعني. فاللياقه البدنيه
يعني لازم تكون توب فورم علشان تبدا تخش المباريات. الرجعه ديت عملتوها ازاي والتدريب وصلت تبقى التوب فيت امتى وتخش البطوله وتاخد بطوله كبيره زي بطوله الدوري؟ هو اللي حصل ان احنا في الوقت ده لما كان الدنيا كانت واقفه بسبب الكورونا وكده فاحنا كنا بنكلم بعض على الواتساب. انا كنت ابعت للعيبه على طول يا جماعه اللي مش في ثالثه ثانوي بعد اذنكم انزلوا اتمرنوا انتوا اللي هتشيلوا الفتره الجايه عقبال ما احنا نرجع. والصراحه اللعيبه كلها كانت رجاله كانت بتسمع الكلام. كانت في لعيبه كمان تبعت لي الصوره على الواتساب مثلا وهي في الجيم وهم بيجروا. انت كمان متابع اثبت لي بالصوت والصوره انك بتتمرن. لا لا الحاجات موجوده على الواتساب. يعني هو كان بينزل يعني اللي ما عندوش في البيت بينزل يشتري اجهزه يعني بيبقى في البيت اجهزه في البيت يبدا يشتغل عليه فالموضوع كان هو ده اللي سهل علينا الموضوع شويه ان اللعيبه اللي كانت مش في ثالثه ثانوي كانت هي اللي شايله الفرقة. كان عددهم قد ايه يعني؟ يعني كان لا احنا كنا مثلا 9 في ثالثه ثانوي اوكي والباقي الباقي كله لسه مش في الثانويه عامه. بس اكيد الثانويه العامه يعني ما تعطلتش صح؟ يعني انتوا دلوقتي ما شاء الله داخلين على شهاده بس دي اكيد مش هتعطلكم عن او اللعب مش هيعطلكم عن الثانويه العامه. لا لا يعني اكيد لا مهاب ما تضحكش الضحكه دي مهاب. انا منك عطله شويه انا من مهاب هتبدا امتى؟ دروسي دروس ربنا معاك حبيبي. طبعا الموضوع صعب جدا انك هتعملوا ايه؟ هتوفق بين الدراسه واللعب ازاي وانت كمان بتبص له ليه يا مهاب؟ يا مهاب انا قلقانه منك. هتعملوا ايه بجد؟ لا عشان دي برضو ده انت يعني ده مصير يعني هتعلم بقى من دولت يعني دولت كانوا يعني بتقعد تنصحه قال لي بقى قول لي كلم مدرسين يقول لك يعني ما فيش حاجه تيجي على حاجه عليك. هو ربنا كده كده كل واحد مكتوب له نصيبه واللي هيشوفه بس ما فيش حاجه ما تيجي على حاجه. انت زي ما هتدي هنا تدي هنا صح برافو يعني عليك. الموضوع بيبقى انا مريت بالاصل بالتجربه ديت وكان وقت ان انا كمان يا اما ساعتها كنت في الجامعه يا تسافر احتراف والجامعه كانت عملي شويه وكان بيجي امتحانات العملي وانا مسافر فالموضوع مش هيبقى سهل. لكن خلينا اتكلم على الاهداف. اهدافكم كل واحد ليه اهداف والاهداف بتبقى مختلفه يعني ممكن جدا يكون مهاب عنده فكر معين. انا عايز اعرف انت باصص لفين؟ طموحك فين في لعبه كره اليد؟ عايز توصل لاني مرحله؟ احتراف ده يعني ده حلم اي لعيب. الايه؟ الاحتراف. الاحتراف يعني في اقوى دوريات اسبانيا وفرنسا فيعني دوت حلم لاي لعيب من اول ما يبدا هاندبول او بيحب الهاندبول. بس انك تطلع تحترف في اسبانيا من ضمن اسبانيا المانيا اخبارها ايه؟ ثلاث دوريات دلوقتي بس اسبانيا وفرنسا يعني المانيا برضو من الدوريات القويه. انت اصلا ليه اخترت كره اليد؟ يعني ليه مش كره القدم مثلا؟ انا هي دي قصه بقى طويله يعني. احكي ما احنا لسه انت قاعد في بيتك بقى احكي براحتك اتفضل. انا كنت بلعب كره قدم زمان خالص انا 4 سنين تقريبا اصلا. والله بتلعب كره قدم في نادي النصر؟ كنت كل الناس بدات تلعب كره قدم. لا انا هاندبول انا عيلتي هاندبول كلها. هو من البدايه خالص عمر. طب هنجيلك ماشي. جت صدفه كده ان مش فاكر كنت رحت نادي الانتاج الحربي ففي مدرب شافني اسمه كابتن توفيق فقال لي قلت له انا عايز العب كره قدم فقال لي كره القدم لازم سنك تيجي 9 سنين عشان تخش الفرقه. قال لي تعالى العب هاندبول عشان انا كنت بالنسبه لسني كنت طويل واشول وما كانش فيه في المركز دوت واحد اشول. فقال لي تعالى العب هاندبول ولما سنك يجي 9 سنين هقول لك. فلعبت بقى وحبيت اللعبه بصراحه فاول ما سني جه 9 سنين قال لي فقلت له لا انا عايز اكمل في اللعبه وكده وما فيش بقى سنتين ورحت النادي ده. ما شاء الله عليك. اتنقلت من الانتاج الحربي للنادي الاهلي. فانت كان طموحاتك الاول لعيب كوره وبعدين لما لعبت وحسيت ان نفسك يعني انك وخلي بالك انا عارف الشور في الهاندبول بتبقى ميزه يعني بتبقى ميزه مش كتير بيلعبوا الحته ديت وانت كمان طبعا اشول وبتلعب ناحيه اليمين عشان تخش على جوه صح ولا صح زي اللعب ما هو خلي بالك نفس الكلام في الكوره هتلاقي اللعيب الاجود بيلعب ناحيه اليمين عشان يخش لجوه ويبقى بالنسبه له زاويه الجون بتبقى مفتوحه اكتر شويه. عمر انت الموضوع عندك مختلف تماما. انت اصلا عيلتك يعني في المجال ده اخواتي الاثنين بنات كانوا بيلعبوا في الدرجه وبيلعبوا من صغرهم في النادي الاهلي لغايه ما وصلوا الدرجه الاولى. والموضوع كنت يعني انا ابتديت الموضوع اللي انا كان سني لا يسمح اصلا ان انا العب هاندبول. يعني انا كنت
يعني انا دخلت المدارس وانا سني 4 سنين وهو ما كانش ينفع وكان لازم 5 سنين او 6 سنين في المدارس عندنا في النادي الاهلي الاكاديميه زي أيوة اكاديميه الكوره أيوة كده أيوة فانا سني ما كانش يسمح اصلا يعني انا كنت صغير قوي لدرجه ان والدي دخل كان ساعتها مدير النشاط الرياضي مش متذكر الاسم الصراحه قال له هينزل وكنت بدفع فلوس حتى اللي هم 250 الاشتراك بتاع الشهر كان سني ما يسمحش ايوه حبيبي فكنت بلعب وانا عندي 4 سنين فالموضوع عندي يعني كنت بشوفهم زي ما هم بيعملوا كنت بعمل فاللي هو الموضوع عندنا في العيله يعني ما كانش ليك انت طموحات انك تلعب كوره اصل انا عارف انا لعبت كوره في النادي الاهلي وكان دايما في التمرين بتزاي في التمرين الفريق الاول كان بتوع الهاندبول كانوا الملعب كان قدام قدام ايوه الملعب قدام الملعب لحد دلوقتي قدام الملعب فكنت بحس خاصه الاولاد الصغيرين هم عايزين يلعبوا كوره بيحبوا الكوره بيخلصوا تمرينهم وييجوا يتفرجوا كنت بتروح تتفرجوا برده على التمرين قعدنا بتاع 5 سنين كده نخلص تمرين صحيح يعني الموضوع متواصل لغايه دلوقتي يعني احنا لو الكابتن يعني يوم لما يبقى فرحان مننا يقول لنا سخنوا كوره بتلعبوا كده بتعملوا خماسي تلعبوا عادي والماتش بيبقى بس بيبان برضو كوارث يعني مش كل لا في لعيبه والله في لعيبه كويسه دي صوركم كنا لسه بنعرضها دلوقتي وانتوا الفريق كله طبعا كان حامل الكاس وقد ايه مدى فرحتكم وسعادتكم وفخركم بالانجاز ده بالرغم من صغر سنكم يعني الحقيقه انتوا ان شاء الله يعني من الاول قبل ما نتكلم عن اللي جاي نتكلم عن اصعب البطولات او المباريات اللي عدت عليكم يا مهاب يعني ايه كان اصعب ماتش وانت حسيت ان هو يعني لا مش مستعد كويس لا مقلق ايه كان انهي ماتش يعني هو يعني كاي لعيب يعني بيلعب في نادي الاهلي او في نادي الزمالك بيبقى ماتش الاهلي وزمالك ده بيبقى في حاجه تانية اللي هو سواء بقى على بطوله او مش على بطوله ده بطوله لوحده الغريم التقليدي بس فهو ماتش الزمالك بيبقى بقى ليه طقوس خاصه كده وتركيز وبس استعدادات خاصه يعني استعد له ازاي استعداد الخاص يعني ده. من قبلها بقى بيبقى تفكير اكتر تفكير بيبقى بيتكلموا مع بعض يمكن اكتر شويه بيبقى اسبوع يعني نحضر الماتش كويس وكده بس وانت يا عمر بتعمل ايه لا انا الفرق كان اصعب ماتش برضو بالنسبه لك ايه انا يعني اصعب ماتش بالنسبه لي اصعب ماتش بالنسبه غير الزمالك غير الزمالك انا مش كنت يعني انا اصعب ماتش بالنسبه لي الماتش اللي فرقتي فيه ما كنتش مفوق انت بتحسها في انت لعيب بيتبان بقى في التسخين يعني بيبان في التسخين زي ما حضرتك بس زي ما حضرتك قلت بيتبان في التسخين ان انتوا لسه بتسخنوا وانت بتحس مهاب النهارده ربنا يستر ايوه انت راجل انا ممكن اروح اقول له مهاب ركز بتحس طب انت بقى عشان انت عشان الكابتن انت بقى مهاب لو شفته هتروح تقول له قول له بعض عادي بس عمر قال كلمه مهمه قوي هو مش بيقلق من المنافس اللي هيلعبه او اللي بيحس بقوته هو بيقلق من او الخوف بيبقى من الفرقه نفسها يعني انت يعني انت هو ده ربنا عينا كمان في النادي يعني ما ينفعش اكون بلعب في النادي الاهلي وبقلق هو ده اللي بيديك قوتك برضو لما الفريق بيكون مستعد بشكل قوي وانت بتكون لامس ده فده بالزبط. اكيد بيفرق بالزبط. لا خلينا نتكلم كلام واقعي صح يا مهاب البوزيشن بتاع احنا عرفنا باك يمين وعرفنا باك يمين ليه الراجل اشول فبيلعب باك يمين انت ما برضو الناس برضو فاهم شويه ايه عشان الناس تفهم يعني الناس بتحب طبعا كره اليد واحنا هنتكلم كمان على طموحاتكم ان كره اليد في مصر عملت انجازات كبيره جدا جدا اعتقد ان انتوا عارفينها طبعا وعندنا نجوم كبار جدا على مستوى الناس راحت احترفت املك طبعا انك تطلع تحترف بس خلينا نتكلم فرود يعني على الدايره يعني في حاجه اسمها على الدايره انا اللي بجيب جول واحد بيتضرب بس ده بيبقى اصل عنيفه جدا عنيفه طبعا. جدا وكمان يعني يا ريتها بتيجي على الضربه بس يعني ممكن ماتشات تونس بالذات بقى اللعيبه الثانيه شتايم خارجه وموضوع بيبقى اوفر يعني يعني بيبقى خروج عن النص شويه خروج طبعا. عن النص لان انا اللي واقف ما بين يعني انا واقف ما بين يعني انت بعدين الجون في ظهرك الجون في ظهرك دي مشكله عشان كمان لسه هتلف وبتاع بتبقى خد بدماغك انا عارف الموضوع بيبقى صعب طب حلمه انه يحترف حلمك ايه؟ ما فيش طبعا حد يعني ما بيكونش حلمه الاحتراف
بس حتى لو ما جاتش النادي الاهلي طبعا درجه اولى النادي الاهلي ودرجه اولى في منتخب مصر محترف اوريدي فده كده كده يعني ما فيش يعني حاجه انا بشوفها تعلى على النادي الاهلي غير يعني حاجه جامده جدا قوي بره يعني بره يعني بس انت نفسك لو جات لك حاجه جامده قوي بره بتبقى برضو في الدوري الفرنسي في الدوري الاسباني هو معروف زي كوره كده يعني هو حتى الفرق اللي بتلعب مثلا في التشامبيونز ليج في الهاندبول هم المتسيدين العالم بتبقى ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وأسبانيا ممكن المجر بس يعني بس بتبقى فريق واحد مش مشاركة بكذا فريق يعني بالظبط ايه البطولات التانية اللي انتوا حصلتوا عليها مع النادي الأهلي كاس مصر السنة اللي فاتت بس برضو زي ما عمر قال في الأول لا قبل كاس مصر السنة اللي فاتت كان في بطولات تانية ولا ما احنا كنا 2002 و2003 هو مواليد 2003 فاحنا لسه منضمين السنه اللي فاتت فالبطولات عكس غير بعضيها البطولات مختلفه على حسب السن هو من ساعه ما انضمينا لحد دلوقتي كاس مصر السنه اللي فاتت والدوري السنه دي منتخب مصر بقى شكل الدوري انتوا لعيبه دوليه ولا على طول لعيبه دوليه طبعا كان كم مباراه دوليه لغايه دلوقتي ومسابقات على مستوى طبعا الافريقي لعبتوا مسابقات ايه على المستوى الافريقي يعني تصفيات افريقيا لا احنا لسه مواليد 2002 افريقيا بتاعتنا في شهر 12 اللي جاي احنا لعبنا بحر متوسط بطوله بحر متوسط وجبنا فيها المركز الثالث حلو قوي كان فيها ايطاليا اكيد طبعا فيها ايطاليا وفرنسا واسبانيا وفيها يعني شبه كاس العالم بس ما عدا فرق قليله طب ده حاجه محترمه جدا خدته ثالث خدنا ثالث حلو قوي كان واحد تقريبا من النادي الاهلي موجود كنا سبعة ده رقم محترم يعني كنا شوط كامل ايه شوط كامل يعني من الوينج للوينج بالجول اوكي يعني كله الستة اللي كانوا بيلعبوا في الملعب بالجول كانوا من النادي اللي كانوا بيمثلوا منتخب مصر تحت كنت تحت كام 18 لا كنا ساعتها 17 يعني تقريبا فريق النادي الاهلي تحت 17 سنه كان بيلعب باسم منتخب مصر في بطوله البحر وحصل الموقف اللي احنا نزلنا احنا السبعة نزلتوا احنا السبعة كنا في الملعب جنب بعض وبعدين هو اتصاب بقى في طلع بعدها بدقيقتين كده جات لك اصابه اول ما نزلت كانت اصابه ايه عباره عن ايه ده كان في كوعي اتخبطت كنت بعمل بلوك واتخبطت فخرجت على طول هم كانوا مكملين بس الموضوع يعني كل اللي كانوا موجودين كانوا رجاله يعني حتى غير السبعه بتوع النادي الاهلي كان الموضوع كله ان هو بنلعب باسم مصر فمفيش تهريج في الموضوع طبعا اسم منتخب مصر ده يعني انا دايما بشوف دايما بشوف في قطاعات الناشئين والمراحل السنيه 16 سنه و17 و18 انك بتلعب باسم منتخب مصر انت كمان بتحس ان يعني فخر وان بتحس ان كمان انت بقيت تنضج بقيت لعيب دولي في فرق بين اللعيب اللي بيلعب لعيب كويس في نادي لكن الشخصيه الدوليه دي اعتقد والنادي الاهلي دايما يعني لعيبه المنتخب اذا كان في الكوره او في اليد او الباسكت دايما لعيبه النادي الاهلي موجوده في منتخب مصر ف عايز اسالكم كابتن معانا الفقره اللي جايه الكابتن بتاعكم قول لي ايه اهم حاجه عملها يعني كان طريقه شغله حتى خلينا الشغل الفني ده لكن الشغل النفسي كان بيشتغل معاكم بيأهلكم ازاي نفسيا انكم داخلين على بطوله كبيره انك تاخدوا البطوله وتبقى بطل هو الموضوع كله ان احنا ابتدينا اول الموسم ده كابتن خالد عبد الفتاح هو الكابتن دخل متاخر شويه هو احنا الكابتن دخل بعد الكورونا على طول بالظبط الكابتن حاول يظبط الموضوع ان هو صاحبنا ما في حاجز ما بيننا لحد معين ان هو الاحترام موجود لكن بس هو كابتن صاحبنا عايزين نسافر سفره ما كانش في وقت يعني احنا خلصنا ثالثه ثانوي وعندنا ماتش بعد 5-6 ايام قلنا له كوتش احنا خارجين من ثالثه ثانوي ومش قادرين قال لنا سفر وهتيجوا تلعبوا الماتش وهتكسبوا على مسؤوليه انتوا رجاله فعلا ادانا تمرينات هناك كمان كنا بنتمرن على الشط والكلام ده كله كويس. رمله وكده ورجعنا ولعبنا الماتش وكسبناه ما شاء الله هو الكابتن شال الحاجز اللي من هو يعني هو اتعامل من الجانب النفسي اكتر من الفني شويه والبدني هو ما لحقش الجانب الفني طبعا ما عندوش وقت يعني احنا لعبنا 8 ماتشات في 20 يوم مثلا 8 ماتشات في 20 يوم في الوقت كان مضغوط قوي علي الليسي كان معاكم كان معاكم علي ما جاش معاكم ليه النهارده ما جتش ليه علي النهارده
مش الحاجات دي يعني ما بحبهاش طبعا. يا سلام، ما بتحبش الظهور الاعلامي يعني؟ لا لا انا مختفي الفتره دي يعني. علي عشان الحسد يعني، مبروك. علي الليسي صديقهم وزميلهم في الفريق، ومن الاسماء اللي شرفتنا طبعا وشرفت الكابيتانو. عمال يضحك يا علي الكابيتانو. طبعا اول ما قال علي اه طبعا عارفين علي. طبعا علي كان معانا. عرفنا برضو عليك علي، البوزيشن بتاعك ايه وعلاقتك علاقتك برضو بالكابيتانو مهاب يعني. لا الكابيتانو مهاب دول عشرة عمر، هم عارفين يعني، هم قدام حضرتك اصحاب من زمان قوي. لا حاجه تانية طبعا. انا مركزي انا بلعب بلاي ميكر. بلاي ميكر اوكي. بس فلا احنا مع بعض من واحنا صغيرين كده كده، وعلاقتنا ببعض غير اي حاجه يعني، جوه الملعب وبره الملعب هم طبعا عارفين يعني. يعني انتوا اصحاب من وانتوا عندكم كام سنه كده يا علي؟ انا اعرف عمر من وانا عندي مثلا 4 سنين. يا روحي. لا علي النسي والله. اه انتوا مدخلين حته من قلبي في الله. لا 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 ده كلام كبير بقى يا علي. كابتن ويطلع كلام كبير يا علي جدا. ومهاب تعرفه من امتى؟ مهاب من النادي الاهلي، كان بيلعب طبعا في النادي الثاني، ولما اتكلم في الانتاج برضه على صح. مهمه جدا العلاقات برضه يا مهاب، علاقات الصداقه خارج الملعب بتكون مهمه جدا، بتبقى ليها تاثير ايجابي على النواحي الفنيه، انك كمان اصحاب مع بعض. وانا عارف طبيعي زي كره القدم بتبقى المعسكرات بيبقى ليها شكل مختلف. واول ما قلت سيره المعسكرات الكابتن وضحك، يبقى اكيد في كوارث. اكيد في كوارث عالي في المعسكرات، فادينا يعني قول لنا او حد يقول لنا ايه اللي كان بيحصل. لا ده اللي فكوا بقى كابتن فرقتنا وحبيبنا عمر بقى ده اللي فكوا فيها. لا مش عايز يقول حاجه، انا قلت علي اللي هيقول يعني. يدوني بس هم الاوكي ولا اديهم الكيو، ادي الكيو لعلي عشان يتكلم. في حدود المسموح يا علي، في حدود المسموح. مفيش حاجه من اللي حصلت في حدود المسموح. بيستاذن الكابتن الفرقه يقول له، يقول له اتكلم. لا اتكلم ايه، مش هينفع. لا الشقاوه العاديه يعني، انا بتكلم دايما. واحنا كنا لعيبه كوره كان دايما في مقالب يعني، مثلا في مقلب حصل واحنا مثلا احكيه بالصدفه كده وانتوا بتضحكوا اكيد هتقولوا مقلب. اكيد مقلب، كنا في بلد افريقي ودخلنا، وكان البلد الافريقيه طبعا يعني مستوى الاوتيل ضعيف جدا، لدرجه واحنا داخلين كانوا بيدونا مفتاح ويدونا شمعة. فانا قلت لهم طب المفتاح عشان الاوضه والشمعة، قال لك اصل قال لك الاوتيل النور كله بيتقطع الساعه 5. فخلاص خدنا الشمعة ودخلنا. فكان مصادف معانا الكابتن احمد رمزي، كان بيخاف جدا من الضلمه، وكان قاعد معاه اسماعيل يوسف، وانا كنت انا والكابتن حسام وكابتن علاء ميهوب. قلنا احمد جه اسماعيل بيقول لنا احمد رمزي بيصلي، ومولع شمعة جنبه وخايف يا عيني. وخايف طبعا. تعال نخده. قلنا يلا ماشي نخده. فطلعنا من البلكونه ودخلنا كله ضلمه، فكان اول واحد كان اسماعيل يوسف، وانا كنت وراه، ورايا حسام، وكان ورايا ابراهيم وكابتن علاء ميهوب. فمتحمس جدا اسماعيل انه عايز يخده، فاحمد احنا شايفينه لان كان موجود ازاز بيصلي وشمع جنبه. لاجل الحظ طبعا السيء لاسماعيل يوسف، هو افتكر ان مفيش ازاز وراح هاجم على احمد عايز يخده. دخل في الازاز. وطبعا كابتن اسماعيل طارق يبقى فيه حاجه زي طارق. اتفتحت طبعا دماغه. سيبك من كله، المصيبه الاكبر هنقول ليه كابتن جوهري. ما هو يعني كابتن جوهري لو انتوا بقى بتهزروا في المعسكر، لا ده انا هفتح دماغكم انا بايدي يعني. اكيد مواقف ظريفه. كابتن هاني بقى اكيد شجعك ان انت تحكي موقف من المواقف دي يا علي. لا احنا غلابه في الحاجات لا غلابه ايه، لا ده من صوتك يعني وطريقتك عادي يعني، ما بتقولش غلابه خالص. ليه بس كده؟ والله انا خايف منك انت يا علي. والله مفيش غلابه. انا خايف منك انت يا علي. ليه بس ده؟ هو بس احنا كبرنا، واحد صاحبنا نايم منديله مولعين في رجله. ايوه الحاجات اللي هي الحاجات الصغيره دي. مين بقى اللي كان بيتولع في رجله؟ لا كتير. احنا شاف معانا عمر سامي الجول بتاعنا. الجول حارس المرمى ده اساس على فكره في كل فرقه. لازم الجول على طول وهو نايم. ياخد نسيم. ومين تاني يا علي؟ علي محمود وشوقي.
لا لا كرسي عمل كل دي مواقف. طيب طب برضو انا عايز اسالك برضو عن برضو مواجهه الزمالك والبطوله اللي انت حققتها دي يا علي، اتكلم جد بقى شويه، قررت بقى تعمل ايه؟ يعني ايه اللي انت شايفه هتعمل ايه؟ قررت يعني طموحك في الفتره اللي جايه ايه؟ طبعا احنا كل الفرقه دلوقتي مركزه ان احنا داخلين على ان احنا مرتبط فاتحين على فيرست تيم، فاحنا كله شغال على ان هو عايز يبقى في الفريق الاول. الفريق الاول لازم يبقى يلاقي مكان، كلنا شغالين بنتعب في الحوار ده. فكلنا شغالين ان احنا عايزين كل واحد فينا عايز يبقى طبعا مكانه في الفيرست تيم يبقى محجوز يعني. فهي منافسه صعب. مستر اسنا يطلع للفيرست غير مكانك يا علي. الصوت قطع. الفيلا في التجمع مفيش شمع. سجن الوحشة في التجمع. طبعا لا نقول لك مبروك وان شاء الله باذن الله يعني تكون متواجد معانا كمان انت كمان يا علي ان شاء الله في البيت الكبير. ودايما يعني احنا زي ما بنقول كابيتانو ان احنا حابين ان احنا كمان انتوا بتحسوا بايه يعني لما حسيت ان انت جاي البيت الكبير في قناه النادي الاهلي احساسك ايه؟ لان انا يعني وانا بلعب في الناشئين يعني بحس ان انا لا يعني لو الناس مهتمه بيا وبطلع وبتكلم اكيد اهلك بيتفرجوا عليك دلوقتي واصحابك وعلي اكيد كمان كان بيتفرج عليك، فانت بتحس يعني احساسك ايه؟ اشرح لي. احساس انك يعني عملت حاجه اصلا وحد بيقول لك شكرا ايا كانت بقى، هي كانت ان انا هطلع على القناه حد مثلا حد بينزل مثلا بوست على اي حاجه بيشكر فيك بيشكر في الفرقه، كل دي حاجات بتحفز اللي انت لا انت مش بتعمل حاجه وبتترمي في الارض. صحيح. وطبعا انك تيجي في مكان عظيم زي اللي احنا فيه ده دلوقتي ده شرف لاي حد، اي حد يحلم ان هو يكون موجود هنا. وفي يعني ناس كتير جدا مش مقدره الكلام ده، بس لا فعلا اي حد يعني يفتخر ان هو موجود في مكان زي ده او ليه الشرف. اكيد. انت بتقول السوشيال ميديا متابع جيد ليها؟ يعني حريص ان انت بعد كل بطوله او بعد اي تحقيق لانجاز ان انت تتابع السوشيال ميديا بتتكلم عننا ازاي، بتقول ايه، بتشكر فينا لاي مدى؟ حريصه على متابعه السوشيال ميديا ولا لا مركز وانا هعمل اللي عليا وخلاص؟ لا مفيش حاجه هتشتتني. انا حريص على متابعه السوشيال ميديا في اللي بينقدوني، في اللي بينقدوك بينتقدوك. دي حاجه يعني بحب استمتع بيها جدا. تديك حافز. جدا يعني. لكن اللي بيشكروا فيك لا. ما احبش يعني. انا حتى والدي قليل قوي لما اطلع بعد ماتش يقول لي انت لعبت كويس. يعني يقول لي انت لعبت كويس بس بعد مثلا ايه ما يطلع كل حاجه عملتها في الماتش. انت كنت وحش في كذا وكذا 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 بس يعني في الاخر عملت كويس. شغال يعني. طب وانت يا مهاب انت يعني من متابع يعني دايما هو السؤال انت هل للسوشيال ميديا تاثير عليك بتاثر عليك بالايجاب والسلب؟ يعني ممكن جدا تشوف حد يتكلم كومنت مش حلو انت تيجي تفكر فيه تاثر عليك ولا انت فعلا بتفصل الحته؟ ما بركزش في يعني الحاجات دي ما بركزش فيها ما بن اللي هو يعني اللي يقول يقول واللي يتكلم انا بركز في الحاجه اللي انا بعملها وبس. بس مش مركز مع السوشيال ميديا قوي بس اللي هو متابع يعني بس اللي هو مش بس مش اللي هو بركز يعني بشوف كده بس مش بتتاثر مش قوي بتأثر يعني. احنا بنتكلم كده كمان عشان نقول انه ان شاء الله باذن الله في المستقبل القريب هتبقوا نجوم كبار وهيبقى دلوقتي اكيد السوشيال ميديا مش واخده يعني ما حدش بيبص بالقدر اللي بفريق الاول او منتخب الاول، فاحنا بنتكلم من دلوقتي علشان كمان الشخصيه تبقى مستعده كويس انك لما تطلع الفيرست تيم ان شاء الله من الفيرست تيم تطلع لمنتخب مصر وتروح كاس عالم ويبقى الضوء، وخاصه عندنا كاس عالم في مصر السنه اللي جايه. السنه اللي جايه موجوده في مصر فدوت اكيد هتتابعوها واكيد هتحضروها طبعا، لكن انك تهيئ نفسك للقصه ديت من دلوقتي مهم جدا انك تقول انا اوكي. في ناس بتنتقد بتاخد النقد البناء وبتشتغل عليه، انت بتقول انا باخد النقد بس وبتحفزني اكتر، ومهاب بيقول هو ما بتفرقش معاه قوي، فده جزء مهم كمان انت تنقله كابيتانو للمجموعه اللي جايه لان الضغوط هتبقى عليكوا اكتر شويه الفتره اللي جايه يعني. هما الموضوع هما يعني مفيش حد مستني اللي احنا لما نكبر شويه ولا لا، دي الناس شغاله من دلوقتي. صحيح. في صفحات كتير جدا ابتدت تاخد بالها من الموضوع قطاع الناشئين. الناس ابتدت تاخد بالها اصلا من اللعبه بعد ما رحنا وحققنا.
انجاز طبعا، انجاز كبير كاس عالم. الناس ابتدت تاخد بالها من اللعبه نفسها، ابتدوا ياخدوا العاب الصالات بقت واخده حيز اكبر من كده. دلوقتي حضرتك ماشي في الشارع بتشوف اي حد الاهلي يلعب في السله مثلا، الاهلي يلعب هاندبول، بقت الناس عارفه الموضوع. بقى في لفظ اسمه ملوك الصالات يعني. ما كده كده صحيح ده يعني. بس فالموضوع ان هو ان انا بكلم اللعيبه ان ده ما ياخدش كل واحد. طبعا في لعيبه زي ما بقول لحضرتك في مواليد 2003، في لعيبه بتتصعد من 2004. كل واحد بحاول اوصل له الفكره يعني على حسب ما هو يفهمها يعني، عشان مش كله هيفهمها ان هو بنفس الاسلوب. بنفس الاسلوب اللي هي الموضوع ليه اهميه. مهاب، في طبعا جيل في كره اليد يعني عملاق واسامي كبيره، كابتن حسين زكي تقريبا، احمد الاحمر، في ناس كتيره قوي. جوار نبيل طبعا، جوار نبيل طبعا احسن من احسن لاعبي العالم على الدايره. اول ما قلت جوار نبيل رحت بس. مين اللي انت بتعتبره مثل اعلى يعني؟ مين اللي انت بتبص له وتقول مش عايز ابقى زيه يعني، عايز احقق واوصل لنفس الطريقه وحتى اعديه كمان ليه؟ لا كابتن حسين زكي وكابتن احمد الاحمر طبعا. فعلا طبعا. كابتن حسين زكي مرني فتره في منتخب كاس العالم الناشئين دوت، انا كنت معاهم. تمام. فهو مرني يعني، وشخصيه جوه الملعب وبره الملعب، ف بيديك كل حاجه بقى، بيديك كل حاجه، ما بخش على حد بمعلومه سواء بره الملعب، اخ وكل حاجه. وانت يا عمر بالنسبه لك مين؟ انا بالنسبه لي طبعا انا ممكن كابتن جوهر طبعا، علشان في يعني في مكاني في البوزيشن بتاعك. وصل مع ممكن يكون كابتن جوهر، وفي كابتن محمد ابراهيم طبعا لسه بيلعب لحد دلوقتي. بس ان شاء الله ربنا يقدرنا ونبقى حاجه زي ان شاء الله ربنا معاكم. بس يا سؤال اخير ليكم انتوا الاثنين، مش ساعات كده بتغيروا لو كنا لعبنا كوره كان زماننا دلوقتي بناخد 10 مليون في السنه؟ ما بتفكروش مع بعض في حته زي دي يعني؟ الارقام بتاعت لعيبه الكوره ديت، وانا عارف يعني لسه عقودكم ان شاء الله تبقى لو لعيب محترف هتاخد ما شاء الله يعني ربنا هتاخد ان شاء الله تامن مستقبلك بيه. لكن انتوا وانتوا بتتكلموا في خلال الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا، ما بتقولوش لبعض يا مش كنت كملت في الانتاج الحربي؟ كنت على فكره كره القدم ما زالت، انت شايف ان في ظلم شويه ان المبالغ اللي بتدفع والارقام الكبيره والعقود بتاعت لعيبه الكوره مقارنه بلعبه زي كره اليد بتبقى فيها ظلم شويه؟ هو في ظلم شويه بالنسبه للموضوع ده، بس هو الفتحه اللي اتفتحت في موضوع الفلوس في الكوره اثرت على كل الالعاب في النادي الاهلي. ده الكلام ده الاسلام رادي صح؟ مش بس في كره القدم. ده رابي يعني. اسلام رادي. اسلام رادي ده بتاع اسلام رادي ده جاي داخل 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 مع المدير الفني ان شاء الله. اسلام يعني يبحبح شويه. اسلام ماله؟ اسلام ايه؟ لا اسلام ما بيفرقش بقى معاه الحاجات دي خالص. لا ما بتكلم بجد، ما بتفرقش معاه ايه موضوع الفلوس؟ يعني كلنا يعني لما بنقعد مع بعض. وانت بقى بتفرق معاك يعني؟ هو ما بتفرقش معاه. ما بتفرق، قلت ما بتفرقش معانا. ما بتفرقش معانا كلنا، اللي هو يعني بنحب اللعبه ديت وربنا يكرمنا وتدينا قدام ان شاء الله باذن الله. هي كل لعبه بتجتهد فيها وبتوصل لمرحله انت بتتكلم احتراف ان شاء الله، يبقى باذن الله تامن مستقبلك، وكمان بتحب تلعب حاجه في مستوى عالمي، ده طبعا دي متعه مختلفه. والكابتن وكمان ان شاء الله بنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. عايزين السنه كمان اللي جايه تكونوا موجودين ان شاء الله، ومعاكم بقى دوري وكاس باذن الله ونشوفكم بقى ان شاء الله في منتخب مصر الاول باذن الله. ما فيش حاجه تشغلكم عن الدراسه، بس دي اهم حاجه. لا خلاص بقى، ربنا يوفقكم يا رب. ربنا يوفقكم. مبروك، نورتونا وشرفتونا والف مبروك. طيب احنا بعد الفاصل لسه مكملين احتفالنا، دي ليله خاصه بنحتفل بيها او فيها بفريق كره اليد اللي حقق انجاز كبير جدا على نادي الزمالك مواليد 2002. البيت الكبير بعد الفاصل. رجعنا مع حضراتكم تاني ومعانا اتنين من ابطال الفريق، فريق كره اليد مواليد 2000 والكابتن 2002، والكابتن موجود معانا كابتن الفريق اللي اعتقد كان ليه دور كبير جدا جدا ان احنا ناخد هذه البطوله، ومعانا كمان نجم من نجوم الفريق اسلام.
راضي راضي اسلام ولا راضي لخبطتني راضي راضي بس كل يعني حتى كان مهاب موجود و... لا هو اسلام هو اسلام بس هو طلع اسلام بس هو راضي راضي ولا اسلام راضي 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 خلاص راضي راضي كابتن هشام عبد الوهاب بنرحب بحضرتك جدا في البيت الكبير والف مبروك على البطوله وان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله اشكرك كابتن اشكرك مبروك يا كابتن منورنا في بيتنا طبعا ده بيتكم بيتكم اكيد كلمني بقى عن البطوله دي بطوله الدوري واكيد يعني انجاز مهم و... واكيد كان له استعدادات خاصه كابتن هشام ده حقيقي يمكن احنا في الاول من ساعه ما وكلت لينا المهمه كانت او ينكر الكلام ده وكان بعد فتره بتاعه كورونا على طول وكنا قعدنا كجهاز فني وابتدينا نحط الاهداف زي ما احنا هنشتغل عليها عندنا اهداف نبتدي نشوفها ونبتدي نشوف الفرقه وموقفها عامل ازاي في الدوري وكان عندنا تحديين التحدي الاول كانت ازاي نتغلب نفسيا على الاولاد لان هم اوريدي كانوا قبل فتره كورونا كانوا حصل اللي هم حصل لهم دروب في الفتره في بطوله الكاس وخسروا البطوله وكان التحدي الثاني هو الحته اللي هي نرجعهم ازاي بدنيا من بعد ما خلصنا فتره كورونا ان احنا ازاي نرجع نقف على رجلينا ثاني من الاول وجديد ونبتدي نشوف ايه اللي هبتدي نبتدي نشتغل عليه ونبتدي نشتغل عليه ازاي في خلال ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع بالنسبه لنا ان احنا اول ماتش هنبتديه وكانت بالنسبه لنا شويه ميشن صعبه شويه أكيد. علشان ازاي هنبتدي نشتغل الحته الفيتنس بدنيا ولا طبعا بدنيا ولا فنيا ولا السكيلز هبتدي انميها ازاي كل المهارات بتاعه الولاد كل الحاجات ديت خدت مننا وقت شويه فكان الميكس دوت صعب شويه لان دي تحدي جديد بالنسبه لنا اول مره تحصل لنا في تاريخ الرياضه بالنسبه لنا طبيعي في العالم كله بس ده حقيقي. مش في مصر بس ويمكن كانت فتره ثلاث اسابيع فتره قليله قوي علشان خاطر نقدر نبتدي ناخد ستاب الاولانيه طيب الاول ان احنا نتجمع مع بعض ونبتدي نحط ايه هي الحاجات اللي نبتدي نمشي عليها وازاي الخطوات اللي نبتدي نمشي عليها وفعلا الاولاد ابتدوا يستجابوا نفسيا ان احنا نبتدي نتكلم مع بعض ايه المشاكل اللي كانت بتحصل قبل كده طب ايه الدروب اللي كان بيحصل كان بيحصل ويمكن العامل النفسي كان اكتر شويه زي ما كابتن هاني كان قال في الفقره اللي قبل كده كان العامل النفسي اكتر بكتير جدا ان هو يبقى عامل الرياضي او العامل ان انا ابتدي ادخل العامل البدني فالولاد ابتدوا يستجيبوا للموضوع دوت واحده واحده وابتدينا ان احنا نبتدي نكم اوفر الموضوع دوت والحمد لله ابتدينا نشتغل على الموضوع ده وكانت الماتشات التاهيليه او اللي هم اتفق خلال الثمان ماتشات اللي قبل ماتش الزمالك كانوا بالنسبه لنا كافيين جدا ان احنا نقدر نخش ماتش الزمالك واحنا واقفين على رجلينا ماتش يعني انت استغليت الفتره الثمان ماتشات ديت ان انت الاول اشتغلت على الموضوع النفسي شويه اتكلمت معاهم بشكل نفسي بتقرب المجموعه من بعض لان كان في هزيمه وبعديها استغليت المباريات بس المباريات كمان كان محتاج لياقه مباريات معينه من مش هتلعب ده حقيقي يمكن الثلاث اسابيع كانوا فتره كافيه بالنسبه لي ان انا ابتدي اوقف الولاد على رجليهم مجرد ان احنا نقف على رجلينا تمام لكن يمكن حتى عمر وهو بيتكلم قال لحضرتك ان احنا عندنا فتره امتحانات كمان بتاعه الثانويه العامه ده كان تحدي ثالث بالنسبه لنا ويمكن هو قال ان احنا خلصت جم الامتحانات على الماتشات بس هي ما كانتش بالشكل دوت قوي لكن في جزء من الولاد كان في ثانويه عامه فابتدينا ندي راحه ابتدينا ازاي نعمل البالانس ما بين التمارين ان انا اقسم الفترات الوحدات التدريبيه بالنسبه لنا الصبح وبعد الظهر او مجموعات بتقسم مجموعات اكزاكتلي بالظبط هو ده اللي كان بيحصل وبعد كده وصلنا في الاخر خالص ان احنا الحمد لله قادرين نقف على رجلينا كويس طب تعالوا بقى نبتدي نشوف المهارات بتاعتنا ننميها ازاي طب نبتدي نشتغل على الفرقه اللي قدامنا ازاي وابتدينا نجزقها واحده واحده ابتدينا ناخدها ستيب باي ستيب على ماتش ماتش كل ماتش بالنسبه لنا هو ماتش هنبتدي نشوف ايه الحاجات اللي واقعين فيها ونبتدي نشتغل عليها تمام. ازاي وابتدينا الحمد لله نعمل الكلام ده لغايه ما وصلنا ماتش الفاينل راضي اسلام ايه اكتر يعني نصيحه او ايه دايما اللي كان كابتن هشام بيفوكس عليه بيسلط الضوء عليه معاك انت بالذات كان بيتكلم معانا كتير عموما على معاك انت يا راجل كان بيقول ايه كان بيقول لك انت ايه كان تعليقه عليا اكتر حاجه ان انا وانا في السنتر هاف ان انا اوسع الملعب كله اشتغل مع الملعب كله انت بوزيشن سنتر هاف اوكي وينج ليفت برضه بس واللي بينزل ينفذ تعليمات المدرب بنسبه كبيره اوكي يعني لعيب مهم جدا بالظبط فكان لازم كان كل قبل اي ماتش اللي هو كان بيتكلم معايا على كل حاجه وبرده كان مديني الحريه كتير في الملعب ان انا العب براحتي ان انا اعمل اللي انا عايزه في الملعب بس برده مش اللي هو براحتي ما تزودهاش يعني مديك مساحه مديك مساحه برده ان انت تتصرف بس برده في نفس الوقت انك تكون ملتزم بتعليماته بتاعته لازم امشي عليها يبقى اكيد اللي كان واصل له انك بتاخد راحتك بزياده شويه مش قوي يعني احنا دايما في الكوره ده ساعات بتحصل مواقف كده يقول لك
يا هو اديله راحته بس لازم من لغه الكوره لجمه شويه يعني ما تسيبوش خالص عشان ما يفرطش مننا. لا بس طبعا كان واضح انك لعيب مهم كمان في الفرقه يعني كلهم بصراحه الفرقه كلها الصراحه رجاله تعبنا جدا مع بعض بعد بعد التوقف بتاعت الكورونا ديت يعني قدرنا ان احنا نلم بعض. كابتن هشام اول ما جه عملنا اجتماع مع بعض ان احنا لازم هدفنا دلوقتي على الدوري هنرجع واحده واحده مع بعض. الناس اللي مش موجوده بتاعت الثانويه العامه كانوا 8 او 9 تقريبا ان هم عقبال ما ينزلوا معانا نكون احنا على الاقل جاهزين ان احنا نشيل الفتره عقبال هم ما يلحقوا يرجعوا معانا. كان اللي بيعرف ينزل فيهم تمارين في النص كان بينزل تمرينه مثلا حاجه زي كده اللي هو يلحق يرجع معانا وفي نفس الوقت ما يبقاش ضايع قوي اللي هو يبقى موجود يعني يلحق اي حاجه لحد. ولما دخلنا في الماتشات بدانا نقف سنه سنه وهم كانوا خلاص دخلوا معانا يعتبر في تاني او تالت ماتش كانوا هم خلاص جاهزين يعتبر زينا لما بدنا جاهزين. كان مهم الكلام الكابتن معاكم انه كمان بيحملكم جزء من المسؤوليه. مهم جدا ان الكابتن كمان بيشارك اللعيبه ان انتوا ادواته لكن كمان جزء مهم ان انت بيقول لكم خلي بالكم اخواتكم اللي موجودين عندهم ثانويه عامه لازم ينزلوا انتوا اللي هتشيلوهم يعني بلغه الكوره كده لما في لعيب ينزل يبقى انت اللي تشيله يبقى انت لازم تتمرن اكتر ولازم يبقى لياقتك البدنيه الناس اللي جايه تشيلها بمعنى يعني اللي انت فاهمه انك فرق اللياقه البدنيه الا انت تتحمله اكتر لغايه ما يقف على رجله تاني. فعلا عملنا كده اللي هو قبل ما ننزل كمان قبل ما ننزل التمارين في النادي كنا كانت الناس كتير كان عمر شريف فعلا كان بيقول لنا الجماعه الناس اللي مش في امتحانات او مش في ثانويه عامه الناس دي تشتغل على نفسها شويه عشان لما ننزل نبقى على الاقل انتوا جاهزين شويه ولما الكابتن يشتغل معاكم تبقوا انتوا وقفتوا على رجليكم صحيح عشان بدايه الماتشات تبقوا انتوا واقفين لحد ما احنا ما نيجي لحد ما هم يوصلوا الليفل بتاعنا يبقوا معانا وتبقى المجموعه كلها ليفل واحد تلحقوا يعني في مستوى واحد يعني او تبقوا قريبين من جاهزين بعض تمام. كابتن هشام زي ما حضرتك قلت يمكن في الاول انه الفتره دي كانت فتره غريبه على العالم كله بس كان اكيد في تواصل بيتم حتى من قبل ما تنزلوا السبع ماتشات يعني انتوا كنتوا اكيد كان حضرتك بتتواصل مع الفريق كله اكيد كان بيحصل فيه تدريبات اونلاين ولا ده ما كانش متاح قوي ولا ايه كنت يعني يمكن تاني بس انا هاكد لحضرتك المعلومه ان احنا كانت الميشن بتاعتنا بعد فتره الكورونا بالنسبه لي انا كمدرب معاهم في الجهاز الجديد توليت المسؤوليه بعد الكورونا على طول او في اخر ايام الكورونا فدي كانت الحته اللي احنا مهم ان احنا ازاي نطلع منها وازاي اعرف كل واحد وقف على ايه اللي عمله في الفتره اللي فاتت بس حتى لو بعد كورونا فانت كنت شايل كورونا يعني جاي انت كده محملها على كتفك لان دي كانت فتره كل الناس احنا بنتكلم على اكتر من 3 شهور تقريبا حصل لهم حاله دروب داون غير عاديه ان هم اوريدي كلهم احنا ابتدينا نمسك في مسك يعني من الصفر من الاول وجديد تاني تمام. ان احنا هنبتدي نشتغل حمل بدني واعداد نفسي وكل الكلام دوت من الاول خالص فبالتالي هم جايين من الصفر فان احنا نبتدي نشتغل على الكلام دوت طبعا المهارات موجوده وكل حاجه موجوده لكن احنا ازاي نوظفها مظبوط في وسط الماتشات اللي احنا هنبتدي نشتغل فيها وكانت الحمد لله فتره اسبوعين كافيين بالنسبه لنا ان احنا نبتدي نشتغل زينا زي بقيه الفرق الثانيه كلنا ما احنا كلنا زي بعض وتقريبا نفس الوقت بس ازاي نبتدي ندي الاحمال بالسرعات بالتوافقات بكل الكلام ده في وقت كويس وازاي نبتدي ندخلها في الجيم واحده واحده ويمكن يعني احنا قدرنا فعلا ان احنا نقسمها باجزاء على كل ماتش لوحده لغايه لما وصلنا بالليفل اللي احنا وصلنا قبل ماتش الزمالك احنا في التوب فورم بنتكلم على اولموست بنتكلم على 80% تقريبا واصلين تقريبا و80% بالنسبه لنا بعد الفتره ديت دي حاجه طبعا كويسة حاجه كويسه جدا وعايز اخش معاك في حته تانية خالص يعني مستقبل الاولاد دول انا عارف ان هم خامات جيده جدا ومستوى رائع تأهيلهم انت في مرحله انتقاليه صعبه جدا من سن 20 سنه و 18 سنه ومرحله انتقاليه بالنسبه للاعب ان هو يا هيبقى في الفريق الاول ويبدا طموحاته تعلى او بتشتغل معاهم من الحته دي ازاي دي من الحته النفسيه لكن من الحته التكنيكال شويه شايف عندنا عناصر واعده جدا تقدر تقول عندي 5-6 لعيبه دول ان شاء الله يكونوا منتخب مصر الاول طبعا من وقت للتاني بيبقى بنقف بعد كل سيزون نبتدي نحط التصورات للايه اللعيبه اللي عندها الامكانيات اللي هي تقدر تصعد يا اما الفريق الاكبر منه يا اما الفريق الدرجه الاولى اللي يمكن العامل المساعد يمكن كابتن طارق محروس اللي هو المدير الفني للجهاز يمكن في تواصل بيننا وبين بعض ان احنا ازاي نقدر نعمل الكلام دوت من دلوقتي
ابتدينا ازاي ان احنا نبتدي نشتغل نصعد اللعيبه من دلوقتي ان هو يبتدي يحتك مع السن الاكبر منه، سواء مع الجيل اللي هو 2000 او الجيل اللي هو اول يطلع بيتمرنوا مع الدرجه الاولى، ودولت الجيل بتاع 2000 ده اول مره يحصل يا كابتن هشام؟ يمكن ما كانش بيحصل بصفه مستمره لان احنا ما عندناش من فتره طويله مش حاسين في قطاع الناشئين بيطلع من تحتيه او بيوصل لغايه الدرجه الاولى عدد قليل قوي، فبنبتدي ان احنا نبتدي ندور على ريسورسز ثانيه نجيب منها اللعيبه. لكن اللي بيحصل دلوقتي في النادي الاهلي ان انا شايف ان احنا شغالين على القطاع بتاع الناشئين كويس، وازاي بنأهل الجزء بتاع ان هو يطلع من الليفل بتاع الناشئين ان هو يبتدي يلعب في ليفل احنا فرقه كبيره، ودوت اللي ابتدي الولاد ابتدي يتأهلوا فيه من دلوقتي، ان احنا حتى واحنا بنتكلم مع بعض بكلمهم في الملعب انت ازاي تبقى صاحب قرار جوه الملعب، ازاي تبقى لعيب درجه شخصية اولى، شخصيه اللعيب الفريق الاول بالظبط، انت ازاي انت عارف كويس قوي الدرجه الاولى وهم بيتمرنوا قدامك في الصاله بتشوف اللعيب تكوينه عامل ازاي، وانت لازم تشوف الشيب اللي هو بيوصل ليه. ابتدت الموضوع ده يتطور اكتر لما ابتدى يطلع يلعب مع لعيب الدرجه الاولى او مع مدرب درجه الاولى طبعا بتكنيك اعلى بفتنس اعلى، فبيبتدي يشوف الكلام ده. فيمكن اللينك اللي بيننا وبين كابتن طارق يمكن واصل ان احنا واصلين لمرحله ان احنا قادرين من وقت للتاني ندخل لعيبه ونطلع لعيبه، فاعتقد ديت بتعلي المهارات بتاعتهم بشكل كبير وتخليه ان هو مؤهل طبعا وخلال في وقت قريب قوي او في وقت قليل قوي يبتدي يلعب في الليفل الاكبر منه. واعتقد ده بيبقى ده هدف حضرتك كمدير فني كمدرب طبعا. انك بتسعى ان بطوله كويسه، يعني احنا فرحانين انها بطوله ده حقيقي. لكن وده نجاحي كمدرب، ده البطوله الاكبر لحضرتك انك تطلع اربع خمس ولاد على مستوى عالي جدا طبعا. الاكبر الأول. كمان ان هي تبقى ان هو يخش لعيب يبقى لعيب موجود في المنتخب طبعا كل ما زاد عدد اللعيبه اللي موجودين في المنتخب. يمكن كان عمر كان بيتكلم ان هم كانوا سته وصلوا لدرجه ان هم سبع لعيبه دلوقتي تقريبا بنتكلم على ثلاث لعيبه اربع لعيبه هم اللي موجودين في المنتخب. فان شاء الله في الفتره الجايه دوت ازاي ان احنا يبقى دور ان مش بس ان احنا نكسب بطولات، لا ان احنا نعد العدد ده بالظبط، ان احنا نعد اللعيبه ديت ان هي بتبقى موجوده سواء في الدرجه الاولى النادي الاهلي تفيد النادي، وبعد كده طبعا او طبعا تفيد المنتخب في الاول في المقام الاول، بعد كده تفيد النادي في المقام. كنت بتلعب لعبه ثانيه؟ لا قبل اللعبه دي لا ولا لا من اول يوم انت اول يوم مين اللي قرر بقى انت ولا انا؟ والدي مدرب كره ادواردو عندنا في النادي كان موجود في النادي كده اوكي. واخويا لعيب في فيرست تيم هنا احمد راضي في الاهلي برضو، واختي رنا راضي برضو في فيرست تيم الاهلي. ده كل العيله ما شاء الله كلنا هنقول على طول ما حدش فينا فكر يروح حته ثانيه خالص كانش ينفع مع والدي هو كلنا هاندبول دخلنا كلنا بقى في المجال ده ما حدش فكر انه يطلع حته ثانيه. بدات سوري معلش طبعًا. لا انا عايزاه بس ياخد التليفون ده يقول قول انت يا الو الو لا احمد اخويا صح؟ لا الو يا رد لا جده برافو جده كابتن محمود عبد العزيز. ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كويس؟ تمام الحمد لله. راضي معاك اهو تقول له ايه؟ راضي يعني ايه؟ راضي عنه راضي عنه اكيد راضي عنه اكيد على راضي لعيب كبير يعني وانت برضو ما حدش يشكر في نفسه لا طبعا ازاي احنا بنشكر فيك اهو لا بتكون سعيد طبعا لما بتشوف راضي انت كمان بتشوفه على 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 الرايت تراك يعني على الطريق الصحيح ان شاء الله للوصول لمرتبه اعلى اكيد اكيد بيبقى في حوار ما بينكم خاصه زي ما بتكلم مع الكابتن في مرحله انتقاليه وبيمر بيها دلوقتي محتاج غير اللياقه البدنيه محتاج كمان اللياقه النفسيه ان حد يوجهه بطريقه بروفيشنال ومش هيكون طبعا غير الناس القريبه منه يعني فده اكيد برضو رساله من حضرتك انك واقف جنبه وبيكلمك اكيد بتاخد نصايح يعني لا فعلا احنا كفرقه احنا كلنا مع بعض بنكلم بعض كل واحد بيدي لو في الملعب حد عنده مشكله بنوجهه او بنقول له اعمل كذا بنتكلم مع بعض كان كابتن هشام بيدينا الحقيقه ان احنا نتكلم مع بعض حلو لان كنت لسه هسالك الكابتن بس برضه في ليميت برضه ما ينفعش يعلي صوته على حد في الملعب او ايا كان ده برضه النادي الاهلي حاجه ما ينفعش ان هي تحصل جواه مظبوط ان ما ينفعش حد ما ينفعش اي بزعل لعيب انت دي اخلاق النادي بس دي اخلاق النادي انت صغير في النادي يا راضي من وانت صغير في النادي لا بدات اصلا بدات هاند بول في النادي الاهلي بعدين انت ما تزعقش لجده جده ما بيزعق يعني ما يعني ازاي جده يتزعق له ما ينفعش يتزعق لا انا شفت جده كمان ما يتزعقلوش طبيعي
سمعنا ما تزعلوش فعلا جده ما يتزعلوش. في سبيس كده لازم نسيبه منه ولا ايه وانا بتكلم معاه؟ ما شاء الله. طوله كام؟ طوله كام؟ متر 90 تقريبا، حاجه 93 93. طب ليه جده بقى؟ يعني ليه الاسم ده؟ ليه الاسم ده ليه جده يعني؟ كان بيلعب في المقاولين ودي السنه اللي فاتت تقريبا اول سنه ليه، فهو بقى خدها بقى جده بتاع. هو كان في المقاولين يعتبر، كان هم في النادي بيبقى لعيبه محدوده يعني، هو 3 4 اللي بيبقوا شايلين الفرقه يعني، غير طبعا النادي الاهلي، غير الانديه الكبيره بيبقى الفرقه كلها مجمل الفرقه بيشيلوا بعض بشكل اكبر يعني. فهم كانوا 3 4، فهو كان واخد اللقب بقى جده. من هناك يعني، من قبل ما يجي. لا جاي بيه، قبل ما يجي. مبروك يا محمود. الله يبارك حضرتك، وان شاء الله. مبروك. بتفكر في ايه برضو؟ ايه طموحك في الفتره اللي جايه؟ اكيد والله يعني طموحي ان انا افضل في نادي الاهلي، ويعني واطور من نفسي لان اكون مع الفريق الاول مع المنتخب الاول برضو اكيد. ويعني ان شاء الله دي حاجه مش بعيده، علشان الفرقه هنا كلنا يعني كلنا رابطه واحده بصراحه. احنا محتاجين كمان باك شمال يعني، في الفريق الاول بس بتاع الكوره محتاجين برضو باك شمال مع معلول. تقدر ولا ما تقدرش؟ ولا في اي حاجه داخل في اي حاجه؟ لا الف مبروك، الف مبروك، وان شاء الله باذن الله نشوفك كده قريب في الفريق الاول للنادي الاهلي، وكمان على مستوى الدولي في منتخب مصر. مبروك يا جدو، مبروك، الف مبروك. لا اتفضل. كابتن ميشو. اتفضل. يعني كابتن ميشو بصراحه انا اشكره شكر من هنا لغايه بكره علشان يتعاملوا معايا يعني. اكيد بتقول لا هو فاهم وهيفهمنا دلوقتي. سمعته يا كابتن؟ لا معلش وضح كده جدو تاني. تقول تاني؟ ما اسمعكش. بقول لحضرتك اشكرك من هنا لغايه بكره علشان اللي حضرتك يعني قلته لي وكده. حضرتك قلته له وعمل اوكي في الملعب. ماشي اوكي. حاجه في حاجه برده خاصه باللعبه ولا يعني؟ هو كان يمكن جده كان عنده، انا يعني لسه بان انا الفتره الاولانيه ما كنتش لسه عارف اللعيبه بتاعتي وعارف امكانياتهم وعارف الادوات بتاعتي كويس. فكان هو ممكن مستعجل ان هو عايز يوريني. هو اول ما ابتدينا السيزون جده كان مصاب. فبعد ما ابتدينا هو عايز يوريني ان انا فت وانا كويس وانا لازم اوريك ان انا لعيب ومؤثر وكده. فبقول له دايما جده واحده واحده وكل حاجه هتيجي في وقتها ومش عايزك تقلق وتقلق وابتدي واحده واحده وما تقلقش. فكان في الماتشات بعد كل ماتش يا كابتن بعينيه، حتى مش مجرد ان هو يجي يتكلم بعينيه كده عايز يوريني ها ايه رايك؟ وانت فاهم طبعا. انا طبعا يمكن يعني بحكم خبرتي اقدر ابص من الاولاد واعرف اتعامل معاهم من يمكن من خلاص من الاي كونتاكت اقدر اوصل اللي هو عايز ايه. فمع الوقت ابتدى دلوقتي لغايه ما ماتش الزمالك هو ما كانش بيلعب قبل كده، ما كانش بيهاجم بشكل اساسي كبير قوي. نقول ده ان هو في المنتخب الولد مؤثر من فتره طويله، بس انا كنت واخده من حته الاصابه دي واحده واحده لغايه لما وصل لليفل معين. هو نزل ماتش الزمالك ده فوق ان هو بيهاجم. هو فوق ان هو في لقطه من اللقطات بقى ليه دور، ودور مهم جدا، ونزل وفعلا كان مؤثر جدا. كان مبسوط اصلا بنفسه، عشان كده هو عايز يوصل. وهيفضل فاكرها لك بقى يعني ان شاء الله. يفضل ان شاء الله. هيبقى انا بالنسبه لي الاهم ان هو ان شاء الله يوصل ليفل اعلى ويوصل الدرجه الاولى ان شاء الله. مبروك يا كابتن جدو، مبروك يا كابتن، مبروك عقبال اللي جاي واللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن هشام، اللعبه بتشوف ايه اللي بينقصها لعبه كره اليد في مصر؟ والحقيقه كمان عايز اتكلم عن الاهتمام الاعلامي، يمكن اللي واخد الشو كله حقيقه هو كره القدم في مصر. بدا الفتره اللي فاتت يعني حابه ان في كمان بالهاند بول وكده، بس يعني لا الاهتمام كله كان لكره القدم فعلا. انت دي حاجه مضايقاك بجد؟ طبعا تضايق فعلا. اي لعيب اي رياضه تانية غير كره القدم تضايق. بس دلوقتي الاهتمام ده بدا شويه. لا اعتقد يعني كره اليد، وبرضه تصححوا لي المعلومه، يمكن في فترات ما كانش حد حتى بيفكر في كره اليد. انجازات التسعينات ووصول مصر لكاس العالم والانجازات الكتير اللي عملت يمكن انت ما حضرتهاش او ما سمعتش عنها، لكن ربط مفهوم لا ان عندنا فريق كويس جدا جدا وعندنا مستقبل في كره اليد. انجازات كمان واستضافنا للبطوله العالم اللي جايه. فانا شايف طبيعي، خلي بالك مش في مصر بس، انت بتتكلم على المستوى العالم دايما كره القدم هي واخده الصيت كله، لكن كره اليد مصر مهتمه بيها جدا
يكفي ان رئيس الاتحاد الدولي لكره اليد المصري يعني ده برضو ده يعني بيدل ان احنا كمان لا احنا في الفترات اللي جايه ان شاء الله عقبال ان شاء الله ما تطلع درجه اولى وتحترف يبقى ان شاء الله هتلاقي اعلام ان شاء الله وراك. لكن دايما يعني زي ما بقول لك احساس ان انت كمان وده اللي بننقله وده مهم جدا ان الولاد الصغيرين لا مش الكاميرات مش راحة لملعب كرة القدم لا لو في نجاح وفي اجتهاد لا ده احنا هنجيلك وهنكرمك وهنقول لك احنا واقفين في ظهرك فده كمان يدي رسالة طبعا. للناس اللي تحت ان احنا كمان بصين عليهم يمكن ده ما كانش موجود قبل كده على ايامنا احنا لان انا اوريدي برضو انا واحد من الناس الناشئين اللي لعبت الهاندبول من وانا صغير في النادي الاهلي اقول مصحة بنتكلم من عندي وانا عندي 11 سنة ويمكن قبل كده كنت منتمي لعائلة السباحة في النادي الأهلي فأنا عارف من وإحنا صغيرين الـ 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 الروابط والأساسيات وكل حاجة لكن عارف برضو إن إحنا فيه دايما حتى لما جربت رياضة تانية ستيل السبوت مش موجود عليك بشكل كبير لكن دلوقتي هم يمكن كجيل دلوقتي الجيل ده اختلف طبعا بقى عندهم السوشيال ميديا موجود بقيت عندهم النادي الأهلي عنده قادر إن هو يكفر بيبقى الكاميرات بتاعت النادي الأهلي موجودة في كل حتة بتروح وراهم ماتشات بتتذاع من وقت للتاني لكن الكلام ده يمكن انا واحد من المحظوظين ان احنا كنا موجودين في كاس العالم سنه 3 يعني كان في كاس العالم 93 وبعد كده كاس العالم 99 للشباب الاثنين للشباب 93 اللي خدناه هنا في مصر كابتن جمال شمس الله يرحمه و93 احنا كنا من ضمن الجيل اللي خدنا كاس عالم خدنا ثالث عالم اللي حضرتك كنت لسه بتقول اسمائهم حسين زكي وحسن يسري ده جيلي فاحنا اوريدي كنا الجيل دوت اللي خدنا ثالث عالم الحمد لله هنا في قطر وكانت ساعتها حسينا بقى بالقيمه بتاعه الرياضه يعني ساعتها كانت عامله ازاي بالنسبه لنا ان احنا الجماهير موجوده لان جماهير هناك الشعب المصري موجود هناك بعدد غير عادي طب خلينا معانا تليفون مهم جدا وكنا بنتكلم على طموحات اللعيبه الطموح الاكبر انه يلعب للفريق الاول للنادي الاهلي معانا طبعا الكابتن الكبير الكابتن طارق محروس المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي مساء الخير عليك يا كابتن ومنور البيت الكبير الله يخليك شكر جدا ازيك كابتن هاني اهلا بيك منورنا واهلا بحضراتكم واهلا بالبيت الكبير واهلا بالكابتن هشام وراضي والف مبروك على البطوله الجميله اللي حققوها الحمد لله ربنا يخليك طبعا كنا بنتكلم على شيء مهم جدا وده طموح اي لاعب واي ناشئ في قطاعات النادي الاهلي في قطاعات الناشئين على جميع المستويات انه اللعب للفريق الاول وحضرتك دلوقتي المدير الفني للفريق الاول ايه النظره او ايه البلان للنظره لقطاع الناشئين واولاد النادي من قطاع كره اليد في النادي الاهلي هو طبعا زي ما حضرتك قلت ان حلم اي ناشئ انه يلعب في صفوف الفريق الاول احنا لما جينا مسكنا تولينا الماموريه بدايه الموسم ده الكابتن محمود الخطيب قعد معانا وكان ضمن التوجيهات اللي هو قالها لنا ان انا عايزين نبتدي نعتمد على اولاد النادي لان الفانيلا الحمراء فانيلا تقيله بعد اوقات بتجيب لعيبه كويسين لكن الفانيلا الحمراء بتبقى صعبه على اللعيب لان اعتقد ان اللعيب ابن النادي اللي لعب فيها وتعب فيها اما بيلعب في فريق كبير وخصوصا هو مرتدي الفانيلا الحمراء في التشييم تفرق جامد جدا معاه ابتدينا نشتغل مع الجهاز اللي معانا انا معانا الجهاز المفروض مرتبط كابتن صابر حسين 2000 وكابتن هشام عبد الوهاب 2002 بنشتغل على الحته دي المهم جدا ان انت تفكر في الفريق الاول مش بس في البطوله اهم حاجه ان انت تبقى عندك طموح ولو عندك طموح هتقدر توصل له كان عندنا دروب في فتره من فترات في النادي الاهلي بتاع الناشئين حته المكسب كان قليل فبالتالي اللعيب كان بيوصل للدرجه الاولى وطموح المكسب ما بيبقاش قوي عنده اشتغلنا على الحتتين دول ان احنا ازاي نعلم اللعيب ان هو يقاتل لان هو بيلعب باسم كيان كبير اسمه النادي الاهلي وبصراحه الكابتن ميشو بيأدي الدور ده كويس جدا اي نعم تعبني قوي لانه كل ما اجي اتناقش معاه انا اقول كلمتين هو يقول 10 وهو عامل لي مشاكل كتير في النقاش لكن بيجات لك يعني بيجات لك يعني يا كابتن ولا ايه مش فاهم لا اصل انا مش مرنته يعني انا مرنته اه مرنته كابتن طبعا كابتن طبعا 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 فدي مشكله عارف طباعه يعني عارفني كويس عارف طباعه بالظبط يعني انا حضرتك حتى لما اخترت الجهاز اخترت وجهاز الاثنين كابتن صابر حسين لعيب كبير جدا طبعا وكابتن هشام عبد الوهاب والاثنين لعبوا في منتخب مصر طبعا مصر ومصروا النادي الاهلي على مستوى كبير طبعا انا الحمد لله ربنا وفقني اخترت الاثنين دول عشان يقدروا يوصلوا للشباب اللي هيوصل للدرجه الاولى يعني ايه فانيلا النادي الاهلي يعني ايه طموح ان ابقى لعيب كبير
وهو بيشتغل على الناحيه الفنيه كمان بيشتغل على الناحيه النفسيه. زي ما قلت كابتن هاني قال السن المراهقه اللي من 17 سنه لغايه 21 سنه ده صعب جدا التعامل معاه. اللعب في السيستم في الدماغ في الفتره دي محتاجه ناس فعلا بتفهم ازاي تقدر تحرك اللعيب وتوصله لمرحله نقدر نستفاد بيه بعدين. ده حقيقي. كابتن هشام والكابتن صبري بصراحه انا ببارك لهم. بيقدروا يعملوا الحته دي يا كابتن. اه بيعملوها جدا الحمد لله. وخصوصا ان هم لعبوا في النادي الاهلي فعارفين يعني ايه قيمه ان انا اعرف الدرجه الاولى. طبعا. دايما بيوصل للعيب الكلام ده. كابتن صبري حسين لسه كسبان امبارح بطوله كاس مصر مواليد 2000 كسب برده الزمالك وبنبارك له طبعا على الكاس ده. كابتن صابر وكابتن هشام الحمد لله بيشتغلين على الموضوع ده كويس. يمكن الفتره اللي فاتت كمان عشان نثبت للعيبه ان احنا عندنا مصداقيه في الكلام الاسبوع اللي فات قبل ما يلعبوا ماتش الزمالك بثلاث اربع ايام خدت راضي وخدت عمر الشريف وخدت في باك ليفت ثاني ادهم تقريبا مروان خدتهم صعدتهم معايا في الدرجه الاولى لعبوا ماتش مع الفريق الاول. حلو قوي. تمام انت لعبت مع الفريق الاول. طب حلو ده. ما ترجعش بقى تتغري بقى تنزل تحت تقول لهم انا لعبت مع الفريق. لا حاجه مش هنسجل. دي خطوه مهمه جدا يعني. كمان راضي لعب لما لعب على الفريق الاول قعد اخوه انت عملت فتنه جوه العيله يعني فتنه جوه البيت. لا اكيد هو كان سعيد طبعا اخوه اكيد كان سعيد ان راضي ياخد فرصه كمان في الفريق الاول اكيد. اه طبعا لا لا وادى اداء احسن من اخوه كمان. طبعا الحمد لله. لا اكيد هم الاثنين كويسين بس طبعا دي خطوه مهمه انه يشوف ده بعينيه قبل ما يتصعد قبل ما موضوع عمليه التصعيد. لازم حضرتك يبقى في مصداقيه. صح. احنا لو كنا صادقين معاهم فقلنا لهم ايه كويس هيطلع. لا ده صح. احنا عملناه صح. وبالتالي احنا هنعمل متفقين مع الكابتن هشام والكابتن صابر هنعمل روتيشن ما بين الفرق كلها حتى فرقه 2000 انا مصعد منهم 7 لعيبه بيتمرنوا مع الفريق الاول بصفه مستمره كويس قوي ودي مديهم دافع قوي الحمد لله قدروا امبارح ماتش للزمالك يعملوا ماتش كويس لان هم بداوا خلاص يحسوا ان هم خلاص بيلعبوا درجه اولى ده مدي راحه نفسيه للعيبه حاسين ان احنا قربنا في الفتره اللي جايه هنبقى موجودين قربنا. في الاول لكن طبعا لازم يتعب اكتر ولازم زي ما كابتن هشام قال من شويه ان هو لازم يشتغل على نفسه المدرب مش هيعمل كل حاجه زي ما كانش اللعيب بيشتغل على نفسه عشان يحقق طموحاته عمره ما هيوصل للي هو شغاله وهو خاصه في المرحله الانتقاليه يعني بتتكلم على اولاد عندهم 18 19 سنه الشغل النفسي مهم جدا وكمان البدني فخلينا اتكلم طبعا احنا بكلامك يا كابتن ان شاء الله احنا مش قلقانين على مستقبل الفريق الاول لكره اليد في النادي الاهلي ودايما بنطلع ابطال والاسماء كتيره جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي بس خلينا اتكلم عاجبني جدا العلاقه ما بينك وما بين الاثنين كباتن اللي ماسكين 2000 و2002 ان في ربط كويس قوي وان في رؤيه وفيجن واضحه بالنسبه لكم وكمان حضرتك كنت بتمرنهم ففي لغه تفاهم من لغه التفاهم دي هل حضرتك شايف بدل يعني هنخش بقى من ناحيه ملف الكوره انك تعتمد بشكل كبير على ولاد النادي وبتحدد اهدافك احنا محتاجين مثلا لعيب على الدايره يعني في خلال السنتين الجايين يا كابتن ميشو احنا محضر لنا احنا محتاجين خلال سنه لاعب في البوزيشن دوت ده موجود ولا انت بقدر الامكان بتحاول تطلع اكبر عدد من الولاد؟ لا الكلام حضرتك بتقوله ده كلام مظبوط جدا احنا عندنا كراسه انا والكابتن صابر والكابتن ميشو الكراسه دي ما حدش يعرفها الا احنا الثلاثه واحنا دلوقتي عرفنا النادي الاهلي وراضي عارف دلوقتي عرفنا يعني هروح يكتب اسمه بسرعه دخلنا في القضيه ربنا اكرمنا والواحد استمر في النادي الاهلي ان شاء الله وحققنا اللي احنا عايزينه باذن الله من طموحات وفوز للفريق الاول بالبطولات اللي باذن الله قادما نقدر نحققها كلها باذن الله ان شاء الله احنا محددين مين بعد سنه او اثنين هو اللي هيكون في المكان ده راضي هيبقى امتى؟ اما يمشي اخوه الملعب ما يستحملش غير راديو واحد لا حقيقي شايف مستواه هم الاثنين هم الاثنين زي ما هو قال كده كابتن ميشو راضي الصغير راضي الكبير لازم تبقى ماسك فعلا لجام وهم بيلعبوا
لو ما حد لسه كابتن ميشو النصيحه الراضي. النصيحه الغاليه اللي دايما بيوجهها كابتن ميشو الراضي اللي جدا هم انا كان مرنت الاثنين راضي برضه كمان فعارف الستايل الجينات هم الاثنين بطبيعتهم مهارين قوي دايما المهاري قوي بيبقى هو بيلعب بيستمتع زياده عن اللزوم ده حقيقي متع نفسه وبيبقى عايز احنا في لعبه جماعيه متع نفسك بس انت ما تنساش ان انت حواليك في خمسه سته عايزين يمتعوا نفسهم برضك فتلعب معاهم عشان يعرفوا يلعبوا معاك صحيح راضي الكبير والصغير دايما عشان تقدر تتحكم فيهم في اللعب وتطلع احسن ما عندهم لازم تكون تعرف امتى تشد السرعه وانت تسيبه لمصلحه الفريق صحيح انما انا اتمنى لهم طبعا راضي الكبير والصغير مستقبل هم لعيبه كويسين وباذن الله هيوصلوا في نقطه معينه داخل النادي الاهلي وداخل مصر حاجه النقطه دي قريبه ان شاء الله بالنسبه لراضي الكبير النقطه قريبه قوي بالنسبه للصغير محتاج شغل كتير اولا يبعد عن والده لان والده طبعا افكاره غير افكاره خالص يبعد عن والده عشان يوصل للمرحله اللي احنا عايزينها افكاره في كره اليد يعني والده مدرب بردك بس طبعا افكاره غير افكارنا طبعا انا والكابتن هشام والكابتن صابر لينا فكر واحد شغالين عليه ما بنداش ودننا لحد عارفين مين باذن الله بعد سنه واثنين وثلاثه مين اللي في البوزيشن ده وبنشتغل عليه من غير ما يحس هو وبنشتغل على اللي حواليه من غير ما يحسه لكن زي ما الكابتن هاني قال او الكابتن هشام قال نجاح المدرب مش بس في مكسب البطولات في صناعه البطولات صناعه البطولات في الزمن اللي احنا فيه دي بقت عمله نادره المدرب الطباخ اللي بيقدر يصنع اللعيب بيبقى عمله نادره واحنا شغالين على العمله دي وبنوعدكم في الفترات اللي جايه النادي الاهلي بابنائه في قطاع الناشئين هيبقى ليه باع كبير وهيبقى عدد العدد كتير لان الحمد لله بفضل ربنا الحمد لله بفضل ربنا وتعالى يمكن معروف عليا انا كمان انا من خاصه من المدربين اللي بحب ان يكون عدد الناشئين موجودين في فرقه كتير اللي بيضخ في اي فرقه وبيديله حماس فحتى الكابتن هشام كان قال لهم وانا واقف معاهم قال لهم فرصه ان يكون الكابتن طارق على راس الجهاز الفريق الاول مش هتلاقوه مع حد تاني هو بيحب يضخ بلاعيبه صغيره وظل الخبرات وده هيساعدكم ان انتوا تلعبوا بسرعه وبسهوله في وده اللي منتظرينه من حضرتك طبعا ان شاء الله باذن الله بنشكرك اولا على المداخله الرائعه ديت ومنتظرين ان شاء الله جيل جديد ان شاء الله من ولاد النادي الاهلي يمثلوا النادي الاهلي على المستوى المحلي وعلى المستوى الافريقي ان شاء الله كابتن طارق طبعا بنشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا وان شاء الله يعني قطاع الناشئين يا كابتن هشام قادر انه يطلع اسماء للفريق الاول وفتره قريبه جدا وده ان شاء الله اللي احنا يعني استشفناه يعني وحسيناه كمان من الحماسه اللي عند الولاد في قطاع الناشئين مظبوط يعني يمكن ان الولاد كمان حاسين بالحته ديت وحاسين بالمسؤوليه اللي موجوده عليهم دلوقتي ان هو عارف ان هو في خلال 3 4 سنين لازم اكون ظبطت نفسي يا اما ما اكون موجود شايفها قدامه بالظبط شايفها قدامه وفي نفس الوقت بيتمرن مع الفيرست تيم وبيتمرن مع الدرجه الاولى فاللي هي ما بقتش بعيد عليه فعايز فهو ما بيطلع فوق بيبتدي يشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني ايه اللي مميزين اللعيبه الدرجه الاولى عني فهو لوحده اوتوماتيك بيبتدي يحس ان ايه الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها علشان خاطر ابتدي ابقى فارق عن الجيل بتاعي في الوقت ده صحيح طب خليني اقول لك مين مسك الاعلى يعني كل لعيب انا يعني لعيبه الكره عامه ليهم مساله في كره اليد مين اللي بتقول نفسي ابكون زيه غيري طبعا رد غير الكابتن بص يا سناء بعدين حاجه هو طبعا انت بتلعب نفس البوزيشن كان بيلعب نفس البوزيشن بتاعي وبرده دي من ضمن الحاجات اللذيذه شويه ان هو راضي ممكن يستفاد منها شويه ان هو انت بتلعب في نفس ان انا نفس البوزيشن فعارف التكنيك بتاع الحاجه دي بتعمل ازاي تخش وفي نفس الوقت بتكشفه برده في حاجات ما انت برده ما انت لا المكان ده لا بالعكس هو يمكن بقى لعيب يمكن عنده المهارات اعلى مني كمان شويه مهاريا دلوقتي دلوقتي بالحاجات التكنولوجي الموجوده والحاجات دي بقى هم كمان اعلى مننا بكتير وهو عنده هو كمان لعيب مهاري اكتر مني بكتير مركزين بقى مركزين قوي تمام مين غير الكابتن ميشو طبعا في طبعا كرافتيتش بيلعب في فرنسا ده لعيب مهاري برضه لعيب عالمي يعني وفي الوينج ليفت جين شويبر
جين شايبر. طبعا ولا عارف جين شايبر الالماني ده الماني صح؟ ايوه طبعا. لا طبعا ده الالماني بقى انا عارفه الالماني طبعا طبعا. لا ومنتخب المانيا اللي لسه بتكلم حتى مع الاولاد قبل ما تخشوا بيقولوا الاحتراف وطبعا انت نفسك تحترف طبعا. اللي كنت يعني اللي اعرفه طبعا المانيا من ضمن الدول الكبيره في كره اليد مع فرنسا واسبانيا فالاحتراف هناك كمان النادي ايه يعني الانديه المشهوره الانديه المشهوره كيل طبعا من الاماني كيل. كيل طبعا كيل على فكره برضو مش موجود على في الكوره في الكوره طبعا لا مش اغلبيه الانديه في اوروبا مش كلهم زي الكوره مش كلهم زي الكوره مختلفين شويه مش كلهم اغلبيتها مثلا الدول اللي هي زي المجر السلوفيكيا سلوفينيا الاماكن ديت اعلى كمان في الهاندبول بتاعها شويه سويد سويد طبعا بس السويد يعني يمكن دلوقتي احنا في ليفل سابقينهم شويه اكبر دليل ان احنا كسبناهم في كاس العالم مع كابتن مهروس لما كان بيلعب في سواء كاس عالم الناشئين اللي هو جيل 98 او 98 او اللي هو جيل اللي هو بتاع 2000 كسبنا السويد اعتقد اعتقد احنا عدينا كان فرق بس برضو صحح لي اعتقد الدنمارك كان من الفرق طبعا الدنمارك فرقه تقيله طبعا راح في قطاع الناشئين طبعا طبعا ما بتطلع اتفضل عايز لا 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 اتفضل لا كنت السؤال سريع سريع بس سريع جدا سريع جدا سريع على الاخر ما بتاخدوش الاولاد يطلعوا بتعملوا بطولات دوليه هناك يحتكوا بالمدارس دي يمكن دي مهمه جدا انا في رايي دي مهمه قوي طبعا وده المفروض بيحصل بس بيحصل اكتر في المنتخبات ما بيحصلش اكتر في الانديه الانديه يمكن لو في بطوله عربيه او يمكن دي بطوله افريقيه دي الاخير ده الماكسيمم بتاعها لكن ما بيبقاش فيه في وقت يمكن برضه حتى لو بتعمل تعمل الدرجه الاولى اكتر ما بتعملش للقطاع الناشئ يا ريت تعمله في البلان ده فعلا انا بحس طبعًا. هتبقى مهمه للاولاد ان هو يخرجوا ويشوفوا ويستفيدوا بالخبرات قدام فرق اوروبيه يعني يمكن ده بيبقى الحافز بالنسبه للاولاد ده في السن دوت ان هو لازم اوصل للمنتخب بتاع سني عشان اعرف اعمل ده فاللي بيحاول كل واحد بيحاول اللي هم الاولاد في المنتخب في السن بتاعهم بيبتدوا يطلعوا بره ويحتكوا مع الفرق الاجنبيه لكن للاسف الانديه بيبقى شويه لا بتبقى اصعب شويه بتبقى اصعب طبعا صعبينها شويه كلمه تحب تقولها في الاخر لجمهور النادي الاهلي يا راضي ايه الكلمه اللي انت تحب توجهها بنشكر جمهور النادي الاهلي ان هو الفتره دي واقف في ظهرنا جدا وبيدعمنا في كل الصفحات على السوشيال ميديا عموما اي مكسب او اي حاجه بيبقوا في ظهرنا خساره ايا كان هم في ظهرنا وبيدعمونا فدي حاجه فعلا حاجه حلوه لينا وبنشكرهم جدا وان شاء الله تحت ظنهم في خير كل حاجه ان شاء الله تحت ظنهم وهنعرف ان شاء الله مش هنخسر حاجه بعد كده باذن الله باذن الله ده الكلام برضو يمكن اللي اكدوه زمايلكم يعني عمر ومهاب وافتكر ان انتوا كفريق كتيم بتفكروا تقريبا بنفس الطريقه دي ان انتوا خلاص مفيش حطينا هدف قدامنا ان احنا خلاص احنا عايزين نثبت للجيل بتاعنا عموما نكتب حاجه بجيلنا احنا باسم النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نبقى يعني يعتبر الجيل ما يخسرش بعد كده ان شاء الله لحد ما نطلع فيرست تيم ان شاء الله ان شاء الله مبروك يا راضي يا اسلام مبروك يا كابتن ميشو ميرسي هشام يا جماعه كل واحد ليه اسمه واسمين هو الهاندبول فيه مشاكل شويه الهاندبول عنده مشاكل انا اصلا كده كده الهاندبول فيه مشاكل بس انا ميشو دي بالنسبه لي في نادي الاهلي وانا صغير في السباحه ملهاش علاقه بالهاندبول يمكن بس ده كلهم بيقولوا لحضرتك مش حتى كابتن طارق يعني فالموضوع بالنسبه لي بقى الاسماء كارثه فالحمد لله ان احنا قاعده كده مركزه ان شاء الله معاكم في الاسماء شكرا ليك مبروك مبروك واللي جاي احسن مبروك للنادي الاهلي ومبروك طبعا على مبروك علينا مبروك علينا كلنا ان شاء الله في البيت الكبير مبروك شرفتونا نورتونا وشرفتونا كنت سعيد جدا احنا كمان كنا وصلنا وان شاء الله نشوف كمان اجيال جديده وان شاء الله تحقق كل اللي تحلم بيها اسلام وان شاء الله نشوفك في الفريق الاول ومنتخب مصر ان شاء الله شكرا جدا دي كانت طبعا نهايه حلقتنا النهارده اعتقد احنا اتبسطنا جدا وشفنا ابطال وشفنا نجوم واعده ان شاء الله في كره اليد ويكون كمان معنا في البيت الكبير نجوم على مستوى النادي الاهلي في جميع الالعاب نشكركم شكرا جزيلا وميعادنا بكره ان شاء الله زي ما احنا متعودين من 10 لـ 1 في البيت الكبير